السلام عليكم. شوف بقى، عشان النهارده اهم حصه في حياتك انت دكتور. طب لك انا مش ببالغ اولا ان هي اهم حصه فعلا في حياتك كدكتور لسبب بسيط قوي، لان الفارما كلها قائمه على الاوتونوميك، والاوتونوميك كله قائم على حصه النهارده. لو جيتوا تبصوا في الكتاب هتلاقوا الكتاب هاري هاري رهيب خزعبلي، بيتكلم في 50 صفحه على 2 بالمل ان شاء الله الفتره الجايه في اسبوعين. وال 50 صفحه دول مهديين بطريقه الفارما، احنا هنجيبهم بطريقتنا احنا بتاعت الفيزيولوجي، هتلاقي الموضوع عمر. والمفروض ان الحصه مش هتاخد وقت، وبعد ما هنخلص ان شاء الله هنقعد ندردش شويه بقى، هنقعد ندردش بقى في العلم بقى شويه، ونقول امراض ونشوف انت تفكير كويس ازاي، وهتشوف انت لقطت الموضوع بطريقتك ولا ايه. المهم ساب ليلك بصير امبارح انتهينا على الايه؟ بلا صوت خالص بقى، كله مركز، محدش يفقد التركيز معايا خالص، الله يبارك فيك، مش هيكتب حاجه بتاعتك. امبارح انتهينا على ان الاوتونوميك عباره عن اعصاب اوتونوميك وظيفتها ريجوليشن. فقلنا كانوا نوعين من الاعصاب، نحفظ موتور، موتور يعني بينقل الاشاره من السي ان اس لحد ما هيوصلوا للافكتور 1. اتفقنا اوتونوميك يعني تعاملهم كله مع الحاجات اللا اراديه اللي هي سموس ماسل، انا شكلها حلو قوي، او كاردياك ماسل او جلاندز. وظيفتهم مش سامعه كمان، وظيفتهم ريجوليشن، يعني لازم كانوا يبقوا اتنين، مجموعه اسمها سمباثيك ومجموعه اسمها الباراسمباثيك. حطينا التطشات الصغيره بتاعتها السمباثيك يا ابني، واحنا بنركز كده لقيناه رقم واحد جنراليزد اكشن، يعني الاكشن بتاع كل اعصاب السمباثيك في الجسم مرتبط ببعضه، عشان واحد يشتغل لازم كله يشتغل. ثانيا اهم مكان السمباثيك يشتغل فيه وربنا خلقه عشانه كان الثوراكس، تحديدا القلب والرئتين. فده طلعني ان اعصاب السمباثيك بتطلع منين يا سيدي؟ من السي ان اس. ايوه، منين تحديدا؟ في السي ان اس، السباينال كورد تحديدا سوراكو لمبا. ووجهني ان هم هيعدوا الجانجليا، الجانجليا في المكان ده، وطالع منها 32 بوست جانجليونيك بعدد اعصاب السمباثيك في الجسم. وهو ده الرابط اللي بيخلي اي عصب سمباثيك لو خد امر واشاره هتلاقي كل ال 32 طالعين معاه عشان الاكشن يتم على اكمل وجه. في حين ان البارا ديسكريت سيستم بتعمل كل واحد في حاله. حتى النهارده بقى ما نخش في الفارما بقى بعمق قوي، مش هتسمع في حياتك عن دواء سيلكتيف على الريسبتور الفلاني في البارا. ليه؟ اصلها مش مستاهله. كده كده العصب بتاع البارا على الجهاز الهضمي رايح على الجهاز الهضمي، بتاع القلب رايح على القلب، بتاع هنا رايح على هنا. عشان كده اعصاب البرا مش مرتبطه ببعض، عشان كده اعصاب البرا عددها مش كبير في الجسم، عشان كده اعصاب البرا الجنجلة بتاعتهم في الاغلب بتبقى اسمها تيرنال جنجلة. بالمناسبه تيرنال بتبقى على الافكتور اورجان ذات نفسه، بتبقى جوه العضو اساسا ذات نفسه، يعني يقول لك البوست جنجليت ما بيتشافش من اساسه، انا اصلا ما بشوفش بوست جنجليت. ثانيا البرا بيطلع منين؟ كرينيو ساكرال. ساكرال عشان يبقى قريب من منطقه الايه؟ البيبي والايه والجهاز الهضمي اللي هو شغله الاساسي. كرينيو طالع مع اربع كرينيال نيرفز. كلام الفيسيولوجي مش هدوس عليه كتير قوي، بس هو مكتوب في الكتاب وخلاص كده. الكرينيال نيرفز كانت اعصاب سوماتيك. طب فاكر يعني ايه سوماتيك؟ يعني بتتعامل مع السكريتا والمصل والحواس. في اربعه كرينيال نيرفز ماشي جواهم فايبرز بتاعت باراسمباثيك. اللي فاكر التال والسابع والتاسع والعاشر. التالت كان اسمه اوكيولوموتور، السابع فيشيال، التاسع جلوستو فارينجال، والعاشر فيجاس. وانا مش عايز الكلام ده. بص بقى، هنا الحصه ان قلنا ما هو الاكشن بتاع اعصاب السمباثيك في الجسم، وهو الاكشن بتاع اعصاب البارا. جمعنا في كلمتين خفاف خالص. السمباثيك، ركز معايا من الاول، السمباثيك بيمثل الاكشن بتاع واحد شاف اسد عنده ستريس بيجري متوتر، عشان كده قلنا شعره هيحصل له ايه؟ هيقف، عينيه هتبرد، الصلايبة قلنا هتزيد مجازا، هي مش بجد هتزيد، هي هتزيد كانزيمات لكن مش بتزيد ككميه ولا حاجه. بيقول عليها صلايفا فيسد، فيسد يعني لزجه او مليانه انزيم. تاثير السمباثيك على الاوعيه الدمويه فازو ريستريكشن في اي وعاء دموي ما عدا اثنين ما لهمش ثاني، الكورونري ارتري اللي رايح للقلب والشرايين اللي رايح على العضلات، سكريتا اللي اسمها سكريتا المصل بلاد فيسل. تاثيره على القلب طبعا استيميولاتي، انت بتفتكر ايه يا عم واحد فيك؟ يبقى اكيد استيميولاتي، وعلى التنفس طبعا استيميولاتي، على البرونكاي انهبيتور. خلي بالك بقى عشان دي لعبه الفرد، شو معنى برونكو ايه؟ دايلاتيشن. هو برونكو دايلاتيشن يعني ريلاكسيشن، يعني يخلي العضله ما تشتغليش، يعني اسمها انهبيتور. خلي بالك من الالفاظ دي. طبعا الجهاز الهضمي الراجل انهبيتور، مش وقت لا دم ولا وقت افرازات
من الكبد، لان الجلوكوز قلنا عليه الغذاء الرئيسي الاغلب الجسم والغذاء الوحيد للمخ من الكبد، عمليه اسمها جلايكوجينولايسيس. بقول لك تاثيره على الكبد ايه؟ جلايكوجينولايسيس. الطحال كان بيعمل فيه كونتراكشن عشان يطلع كرات دم حمراء كتير تساعدها. النهارده هنزود عليهم حاجه كانت في الفيزيولوجي، ان النقل الكيميائي بتاع السمباثاتيك كان بيتصنع في الغده الفظريه، فطبيعي السمباثاتيك يبقى سكريتوري للغده الفظريه، وده هتدلنا شويه نقل كيميائي. تحت نحبس ولا ننزل؟ نحبس. دي هنعمل ايه في المحبس؟ اتفقنا السمباثاتيك تقفيل محبس مش وقت الافرازات، لكن ارتخاء في الجلد. طبعا الرحم على حسب، لو وقت الحمل بيبقى المفروض ريلاكسيشن، لو وقت الولاده بيبقى المفروض كونتراكشن. على الجهاز التناسلي كان بيعمل حاجه اسمها ايجاكيوليشن، لانه كان بيكمل ايام الترم الاولاني، كان بيكمل البر اللي كان بيعمل حاجه اسمها الاتش. طب البر بيعمل ايه؟ العكس، ما عدا على الصلايفة الاثنين بيزودوا الصلايفة، لكن البر بيزودها صلايفة ووتري وكميه ضخمه قوي، الواحد بيبقى صاحي من النوم قلق، فبالك تلاقيه في صلايفة العبيط بقى. على الجهاز التناسلي لسه حالا هو قايلين ان البر بيعمل اريكشن والسمباثاتيك بيعمل ايجاكيوليشن. واللقطه الثالثه عشان خاطر دي هتوفر لها نص المنهج، بص بقى في اكشن في الفسيولوجي كان في البار الترم الاولاني مفيش منه في السمباثاتيك، انا مش عايزه في الفارما، بس هو فاتني في حاجه ثانيه. كان في حاجه كده في نهايه الفسيولوجي اسمها اكوموديشن فور نير فيجن، انا مش فاكر اصلا. تعالى كده بقى بص كده على السلايد، بص عشان القصه دي قصه لطيفه قوي هتوفر لنا كتير عشان نعرف نرسم الرسمه دي كلها. الاكشن ده اكشن خاص بالبار السمباثاتيك، السمباثاتيك ملوش فيه، فاسمعوا كده كويس. احنا خدنا في الاناتومي العين، وفاكر كويس قوي ان كان في نص العين في حاجه اسمها اللينس، قدام اللينس اسمه انتيريور سيجمنت، الكلام ده اللي فهمه، ورا اللينس اسمه بوستيريور سيجمنت. السائل اللي قدام اللينس لو حط شطور كان اسمه اكواس، ميه يعني، واللي ورا كان اسمه الفيتراس، انا مش عايز اي حاجه. حلو طبعا عشان برضه تبقى فاهم، هنا في عدسه شفافه بعرض اسمها القرنيه او الكورنيه، ودي برضه عدسه شفافه، لان انا دوري هعدي الضوء لحد ما يوصل للشبكيه ورا، وبالتالي لازم يبقى عدستين شفافين، انا بعدي الضوء بكسره مش بعكسه، مش برجعه كده، وبالتالي عشان يفضلوا شفافين فما بروحلهمش ده عشان خاطر ما يبوظش الشفافيه بتاعتي. امال بيتغذوا منين؟ احد اشهر الحاجات اللي بيتغذوا ايه؟ الاكواس ده. وكعاده اي حاجه في الدنيا الاكواس ميه، يبقى لونه ايه شربنا؟ شفاف. بص بقى اللينس كانت متثبته في العين اهو بحاجه اسمها السيري بادي والسيري ماسل، حلو كده، وكان طالع منها شويه خيوط هنا شوجع دماغك عشان ده كان فيسيولوجي، كان اسمها سسبنسور ليجمنت، وطالع من نفس المكان لون العين حاجه اسمها الايرس، ما خدناها قبل كده اللفظ ده، مش متخيل الرسمه من الناس ده بس كده. المفروض ان لون العين دايره في عين حضرتك عامله كده صح؟ بص كده دي تخيل كده انا قطعتها كده بوريها لك من الجنب، شفت المنظر بقت عامله ازاي؟ يعني دي واحد واقف كده وانا متضارب وسطور كده وبتفرج من الجنب عشان تبقى متخيل. فبالتالي زي ما انت شفت كده انا عارف العين دول اسمهم ايه يا شبابنا؟ ايرس. اسمع بقى بالراحه خالص، في مرض هنحكيه كتير بالعبيط من الحصه الجايه على طول اسمه الجلوكوما. اسمع من صغري عن حاجه اسمها الميه البيضاء في العين والميه الزرقاء، دي ميه زرقاء في العين اسمها جلوكوما، اسمع الفاظ بس، ما معنى كلمه جلوكوما؟ معناها زياده الضغط جوه العين، زياده السائل ده هو تحديدا اللي اسمه يا شبابنا الاكواس. طب قول عليها زياده في الانترا اوكيولار بريشر، ركز بقى معايا الناس الشطوره، ما سبب الجلوكوما؟ بيدور في مذاكرتهم ما شاء الله وفي معلومات الاعمال عليهم. ما سبب زيادة اي حاجه في الكوكب؟ يا المصنع صنع كتير المخرج ما بيخرجش، وبالتالي فعلا الجلوكوما دي نوعيه. خلي بالك عشان هم ما شرحوش الكلام ده بالتفصيل في المحاضره ولا هيشرحوه، احنا هنجيبه بدماغنا. مشكله الجلوكوما ده ايه يا جماعه؟ الاكواس ده المفروض له حاجه اسمها معامل انكسار، لما يزيد زياده عن اللزوم معامل الانكسار هيبوظ، عارف زي بالبلدي كده لما يبقى قدامك الميه كثيفه لو بصيت فيها هتلاقي الضوء مش بيوصل عينك. مش دي الازمه بقى، الازمه الاكبر في ايه؟ الازمه اللي بيبقى عنده جلوكوما لو زاد ضغط العين عن درجه معينه العين بتفرقع. لا ده مش تعبير مجازي، عينه بتعمل ربشه بتفرقع. بس طبعا بتدي قبلها مقدمات بالهبل. يفضل الموضوع فيه الم وحاسس بعينها تنفجر وتنفجر وتنفجر، طبعا لازم المفروض يلحق نفسه. فيقول لك في نوعين من الجلوكوما،
يا جلوكوما عشان المصنع صنع كتير، يا جلوكوما عشان المخرج ما خرجش. من هو مصنع الاكواس ده؟ السيريالي بودي. يبقى المصنع مين يا شبابنا؟ جميل. المخرج قنوات في المكان ده، القنوات دي يا جماعه مستخبيه ورا مين؟ ورا الايس. القنوات دي اسمها كانال اوف شليمي، بتقوم شده الاكواس وتقوم وديها مع الغده الدمعيه عشان يقوم نازل مع الدموع وشكرا على كده، ونقعد بقى نجدده كل شويه، نصنعه ونخرجه ونصنعه ونخرجه. يقول لحضرتك عشان كده في اتنين جلوكوما، لو جلوكوما نتيجه ان السيريالي بودي صنع كتير هسميها اوبن انجل جلوكوما. شو الاسم؟ اوبن انجل جلوكوما، لان الانجل اللي هي هنا اللي هينزل منها الضلع دي سلك. عايز تفهم اكتر، لو المخرج هو اللي ما بيخرجش والمنطقه دي هي اللي مسدوده يسموها كلوزد انجل جلوكوما. اسمح بالراحه خالص، لو العيب في المخرج هو اللي مش راضي يخرج، الزاويه اهي اهي بيسموها الانجل بتاع العين اهي اللي بتنزله دي مقفوله، هيسموها ايه يا شبابنا؟ كلوزد انجل جلوكوما. لو العيب في المصنع هيسموها اوبن انجل جلوكوما. ادويه الباراسمباثيك بتعالج الاثنين، وهي ذا دراج اوف تشويس للصبح. ليه بقى؟ بصوا ليه علاقه في الفسيولوجي، هنقول الكلام ده تاني ان شاء الله هيحصل جنب سنه، قلت ده فكره برده سكتني. في الفسيولوجي كنا قلنا ان في انقلاب بيحصل في السيليري ماسل. السيليري ماسل دي وقتها كانت بتشد العدسه وتعمل حاجه اسمها اكوموديشن، ده فسيولوجي انا مش عايزه، لكن هي هنا عملت حاجه لطيفه جدا. لما السيليري ماسل تنقبض قرصت على السيليري بودي خلته ما يصنعش، يبقى كده عملت ايه في المصنع؟ قللت. ومن ناحيه تانية غطى البكابورت، شايف انت الايرس؟ الايرس هو المغطي على مين؟ على الوجه. ساعه ما السيليري ماسل تنقبض، بص ايدي كده، هتخلي الايرس يجي كده، شفت ايدي؟ هتخلي الايرس اهو زي ما انا بعمل على السبوره كده، هيجي كده. لما يجي كده حصل ايه؟ بعد شويه عن الفتحه بتاعه البكابورت اللي هتاخده، فبالتالي حسن التصريف كمان. يقول لك ادويه الباراسمباثيك هي الوحيده اللي تنفع في علاج الاثنين في وقت واحد، لانها من ناحيه بتقلل المصنع، لانها هي الوحيده اللي بتروح للعضله دي. طبعا انا عارف انكم ناسيين، العضله دي سنجل انرفيتد باراسمباثيك. العضله اللي اسمها سنجل المصل دي سنجل انرفيشن بره، ما بتروحلهاش غير اعصاب البره بس، فبالتالي انا بحكي ده ما بيحصلش في السمباثيك بس. لما تنقبض هي كان قصدها في الفسيولوجي عشان خاطر لو انا فجاه شفت حاجه من قريب اعرف ايه الدنيا توضح شويه، لكن في الفرع عملت معانا واجب حلو قوي. انها من ناحيه لما انقبضت، سيبك بقى من الكلام دلوقتي، لما انقبض قللت لي المصنع، ومن ناحيه ثانيه بص كده يقول لها ايه؟ يقول لك بوش ذا ايرس اوي، تبعد الايرس عن فتحه الكنال اللي هي تسحب الاكواز دي، فبالتالي ينفع تعالج كل انواع الجلوكوما. خلي ده على جنب في دماغك كده لغايه الحصه الجايه، ان طول ما انا هشغلك في البار هنقول الاكشن العادي، ولازم نفتكر انها هتبقى احسن ادويه في علاج ايه يا شبابنا؟ الجلوكوما. تعالى لما نقول بقى الحصه في النهارده، بسم الله. ناقص ايه بقى؟ بسم الله كده عشان نبتدي النهارده، ناقص ايه؟ كده انا عرفت هم طالعين منين؟ السمباثيك طالع السوراكو لامبر والبارا كرينيو ساكرا. السمباثيك هيعدي الجنجل قريبه قوي من مكان ما هو هيطلع، هيطلع بعدها 32 بوست جنجلون. وده خلاني امبارح اتوقع حصه النهارده ان انا هحاول قدر الامكان احجم السمباثيك شويه. ادويته لازم قدر الامكان تبقى لوكال، عشان خاطر انا غصب عني لو اديت دواء يشغل العصب بتاع السبوره ده اهو هشتغل في الجسم كله، وبالتالي حضرتك هتلبس سايد افكت كتير، لان انا مش عايز اشتغل في الجسم كله ولا حاجه. لكن ادويه البرا بنت حلال طيبه كده هينه، حتى الكلام اللي هنقوله فيها النهارده والحصه الجايه هتخلص الحصه، لان كده كده الدواء اللي هتشغله على العصب ده هيشتغل في العصب ده بس، الموضوع مش محتاج وش ولا وجع. ناقص ايه بقى؟ ناقص الكوانس. ازاي الاشاره بتطلع من السي ان اس لحد ما توصل للفيكتور اورجان وتعمل الاكشن ده؟ بص ليه بقى على السبوره كده عشان الرسمه دي هي الفيلم كله. بص يا سيدي، انا حاسب الرسمه دي بالطول كده عشان تبقوا متخيلين الوضع. ادي السي ان اس مطلع ثلاث اعصاب. في عصب كنا بنسميه سوماتيك، حد شاطر فاكر يعني ايه سوماتيك؟ يعني رايح ايه؟ اهي. وكنا بنسميها سكليتال ماسل. ونوعين من الاعصاب الاوتونوميك، وسميتهم اوتونوميك لانهم رايحين للسموث ماسل او كاردياك ماسل او جلانس. تخيلوا بس الرسمه الاول؟ نفس الرسمه دي اهي، ممكن اطلع سمباثيك او بار او حتى انا مش رسمه على الرسمه اللي هو مين؟
العصب السمك. بصوا كده المنظر العصب بره. نبتدي بالعصب السمباثيك. الراجل طالع من السينس هيلاقي في سكته ايه؟ يبقى الحته دي اسمها ايه؟ بريجانجليون. الحته اللي بعد كده هتسمى جميل. عصب الباره هتلاقي الجانجلي بتاعته متاخره قوي عند الافكتور اورجن، عشان كده البري بتاعه هو اللي طويل شويه. خلي بقى ده شويه كده هنقول في الاخر. ايه الجديد عليا بقى؟ الجديد عليا انك عشان تروح لعضله، العضله او حتى الغده ما بيفهموش غير لغه واحده اسمها كالسيوم. انا لو عضله عايزه انقبض محتاجه ايه؟ ايون كالسيوم. ولو غده بيبقى حوالين الغده في الهيستولوجي حاجه اسمها مايو ابيثيليال سيل، برضه خليه عضليه عشان تعصرها، برضه عايزه كالسيوم. والاشارات الكهربائيه كانت صوديوم وبوتاسيوم، حضراتكم فاكرين اكيد ما لحقتوش كده. وبالتالي هنا في تفاوت في اللغه ما بين العضله والغده، ما بتفهمش الا كالسيوم، والاشارات الكهربائيه ما فيهاش كالسيوم اصلا. وبالتالي كان لازم حد يترجم، كان لازم مكان نحول فيه الاشاره الكهربائيه اللي هي شبابنا لحاجه ينفع الافكتور اورجان تفهمها. ساينابس جديد. طبعا اول ساينابس في حياتنا كان مين؟ ده اسمع الساينابس الثاني اهو. اهو المربع المنظر، طبعا هبقى ارسم لكم المنظر الحقيقي هنا، احنا بنرسم المنظر بس نفهمه. اهو. الساينابس ده دوره يا جماعه؟ يترجم ما بين الاشاره الكهربائيه يحولها لحاجه ينفع تفهمها الافكتور اورجن. له ثلاث اسامي في حياتك في الفرد. في اسم العام اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي بنقول عليه ساينابس. او هيستولوجيا واناتومي بيسموه ساينابتك كليفت. كليفت يعني حته فاضيه. او بيسموه اسم ثاني انتوا عارفينه، هو بيوصل ما بين مين ومين؟ ما بين العصب ومين؟ العضله، فاسمه نيورو ماسكولار جانكشن. اسمه نيورو ماسكولار جانكشن. او في ناس تقول لك ايه؟ هو الاعصاب بتاعتنا الاعصاب بره دي سنسوري ولا موتور؟ ده بيفكروا موتور، انا كلمته سنسوري موتور يا بابا موتور، فيسموها الحته اللي في اخر العصب الموتور، موتور ان بليت. ركز معايا كده براحه. يبقى انا لو طالع واخد امر بالسينس طبعا كده كده هعدي في جانجلي عشان اعمل ديستريبيوشن. لو انا سمباثيك هطلع 32، ولو بره هطلع 2. قبل ما اخش في الافكتور اورجان عشان اعمل اكشن لازم اعدي في فراغ جديد. المنظر الحقيقي هو يا شباب ده المنظر الحقيقي، ده نهاية العصب. الحتة المكعبرة دي هي اللي قبل المربع، ده المربع، ده المكان بتاع المربع. الفراغ اللي انا رسمه ده يا شباب ده اللي هيحصل فيه الفيلم كله. وده الحتة اللي قبل المربع، الحتة اللي بعد المربع على العضلة او الغدة ذات نفسه. هنا واحدة يبقى كده بالبلدي كده. ايام الترم الاولاني كان يقول لك ما الفرق بين الاعصاب الاوتونوميك والعصب السوماتيك؟ كنا بنقول له الاتي. العصب الاوتونوميك كان مالتي ساينابتيك. فهمت يعني ايه مالتي ساينابتيك؟ عدى على كذا ساينابس اللي هم مين بقى؟ الجانجليا والساينابس الجديد ده. انما هنا كان مونو ساينابتيك. كان مكتوب كده في الكتاب اهو. معدي على دي بس. ما هي برضه دي عضله محتاجه اللي يترجم لها. وبالتالي بص كده على السبوره كلهم لازم يعدوا على الساينابس الجديد ده. كلهم لازم يعدوا على النيورو ماسكولار جانكشن، لكن الاثنين دول يتميزوا ان هم بيعدوا على ايه كمان؟ على الجنين. احتراما للمنظر الجديد ده بقى، اسمع كلام الفارما المهم. شايفين الكعبره دي؟ قبل الساينابس صح؟ بيسموها بري ساينابتيك ان. والمكان اللي هيبقى فيه الريسبتور هو على العضله او غده اتسلف، هو مش مكان بجد، هو على العضله او غده اتسلف جوه القاع، جوه مكان الشغل، بيسموها منطقه ايه؟ بوست ساينابتيك. طبعا احنا حكيناها مجازا هنا بس عشان تبقى شايف المنظر. اللعبه واقفه على ايه بقى؟ بطل الحدث الحقيقي هو الريسبتور. يقول لك انت عشان تنفذ الاكشن بتاعك، انت بتقول لي سمباثيك لو راح للقلب هيعمل ستيميوليشن، ايوه ازاي؟ جايب راجل بتاعه مفهمه الشغل بتاعه قال له روح اقف على القلب، لما بعت لك اشاره تنفذ. فبالتالي بطل الحدث هو مين يا شبابنا؟ الريسبتور اهو اللي انا رسمه قدام حضرتك اهو. بطل الحدث هو الريسبتور. ومن تالي انا مش محتاج اقعد اقرا الكتاب كل مره واقعد احفظك الكلام العقيم اللي في الكتاب. الريسبتور المفروض كده بص على الصبور يكون بري ولا بص ساينابتيك؟ في مكان الحدث، في مكان الشغل. اللي هيشرح لازم يبقى جوه القاع، اللي هيشتغل لازم يبقى على الافكتور اورجن. يبقى بالتالي لما اقول لك الريسبتور بوست ساينابتيك يبقى ده الريسبتور بتاع شغل. لما اقول لك اي ريسبتور بيعمل اكشن ما تقعدش تسالني بري ولا بص، انت كده بتهرج. بوست ساينابتيك طبعا في مكان الشغل. بس المشكله في ايه؟ كل الاشارات الكهربائيه زي بعض. اظن حضراتكم ما سمعتوش اشاره كهربائيه بتعدي مثلا بقالهم ماجنيسيوم ولا حاجه، هم كلهم صوديوم يدخل ديبولاريزيشن وبوتاسيوم يطلع ديبولاريزيشن والكلام ده. الريسبتور يعرف منين ان هو ده
اشاره الشغل اللي المفروض يعملها. قال لي ما تقلقش انا هخلي الاشاره توصل عن طريق لايجن. طب براحتك بقى. لايجن يعني ايه؟ يعني سنسور، يعني ترانسميتر، يعني ماده كيميائيه معينه، يعني سين، يعني كلمه السر. انت دلوقتي جاي لي وداخل لي، اعرف ان انت الاشاره اللي المفروض استجيب لها واشتغل لازم تعلمني الاشاره بتاعتك. في حاله السمباثاتك الاشاره ده ايه؟ ده عصب سمباثاتك اهو. لازم تتعلم بنور ادرينالين او ادرينالين. في حاله الباراسمباثاتك لازم تتعلم حاجه اسمها. عشان كده فعليا الشابتر اسمه في الكتب كيميكال ترانسميتر، بس بيني وبينك مين بطل الحدث؟ الريسبتور. انت لو فهمت انا هجيب ايه؟ ده النقل الكيميائي كل دوره في الموضوع ايه؟ الورده الحمراء. السيم اللي هيعرف من خلاله الريسبتور هو ايه؟ الاكشن المفروض انفذه. عشان كده كل ما له علاقه بالسمباثاتك يسمى على السبوره اهو ادرينرجيك. كلمه واضحه؟ احتراما لمين؟ كلمه السر اللي اسمها ادرينال نور ادمين. يعني في الامتحان ممكن اقول لك سمباثو مايميتك او ادرينرجيك دراجز. ادرينرجيك عشان خاطر بتاعت سمباثاتك. اقول لك دول سمباثاتك بلوكرز او سمباثاتك انتاجونست او سمباثو ليتك. شفتوا التعبيرات؟ او ادرينرجيك بلوكرز. كله نفس المعنى. يبقى كل ما له علاقه بالسمباثاتك اسمه ايه يا حلوين؟ ادرينرجيك. الموضوع بسيط ما تقلقش. ده انا اللي مفخمه شويه. ركز في لفظ عشان انا راجل دقيق والترم الاولاني بقول لك انا دقيق. كل ما له علاقه بالسمباثاتك اسمه كل ما له علاقه بالاسيتايل كولين اسمه كولينرجيك. حد لاحظ فرق الجملتين؟ اه انا مفهوم قوي. انا ما قلتش كل ما له علاقه بالبار. قلت كل ما له علاقه بايه؟ فواضح ان الاسيتايل كولين له شغلانات ثانيه غير الباراسمباثاتك في الجسم. فكك بقى من كل اللي انا قلته كده واسمع فوقيه. من الاخر في واحد طالع من بيته وجاي لغايه هنا، اللي هيخش من باب القاعه دي يقول طب بس. اي حد تاني بقى جاي في سكه الجيزه ما هو عايز ما يخصنيش، انا اللي يخصني اللي هيخش من باب القاعه مين؟ هو اولى طب. وبالتالي انا ريسبتور موجود فين يا دكاتره؟ حد كده يسمعني الكلمه بوست ساينابتك. فهمت يعني بوست ساينابتك؟ على موقع الحدث، على العضله او على الغده. ما يخصنيش الاشاره طالعه من السي ان اس ازاي ولا راحت فين ولا مين اللي شايلها ولا مين اللي جابها، ما تخصنيش. انا اللي يخصني حاجه واحده، اللي هيجي يقابلني هنا ويقول لي لو سمحت نفذ لازم يكون ده في حاله السمباثاتك، لازم يكون ده في حاله. واضحه كده؟ طب بالنسبه للي هيجيب الاشاره المسافه بقى كلها، الطريق ده كله مش فارقه. مش فارقه ليه؟ مش فارقه لانه مش رايح موقع حدث. يعني ببساطه مين اللي شايل الاسلحه واحنا رايحين نحارب؟ مش مهم مين اللي شايلها، المهم مين اللي هيخش يحارب بيه. عشان كده اقول لحضرتك هي دي المنطقه اللي فيها الشغل كله. اهي يا جماعه. ما تقلقش انا هوريك. شايف الريسبتور ده؟ مهم مين اللي هيقابله؟ اللي هيجيب الاشاره من فوق لحد هنا ما يخصنيش. ده عايز اقول لك على حاجه، ده اللي هيشيل الاشاره في الفراغ ده هو عشان يعديها الناحيه الثانيه برضه ما يخصنيش. المهم مين اللي هيخش لغايه ان هو يقابل الريسبتور. واضحه يا شبابنا؟ عشان قبل ما اكمل الكلام عشان هي واقفه كلها على دي. يبقى اللي هيقابل الريسبتور بتاع السمباثاتك او اللي اسمهم ادرينرجيك ريسبتورز. بس اسمهم ادرينرجيك ريسبتورز لازم يكون مين؟ هم مسمين على اسم مين؟ نورادرين او ادرينالين. انما الكولينرجيك ريسبتور بتوع الفيروس السمباثاتك لازم يقابله ما دون ذلك مش فارق. ده في مفاجاه جميله. شايف العصب اللي هناك ده؟ ده مش اوتونوميك اصلا. ده عصب ايه؟ مش عنده فراغ هو كمان؟ هيبقى في نقل كيميائي في الفراغ ده مش دعوه ما يخصنيش. مش هيفرق معايا في حاجه. طيب كده انت محتاج ايه بقى؟ محتاج حد يتطوع ان يجيب الاشاره من السي ان اس لحد هنا اهو. عشان يسلمها لده او يسلمها لده عشان هم دول اللي هيخش يقابلوا الريسبتور. الريسبتور ما بيقابلش غيره. مين نختار مين؟ ما تردش اصبر عشان انا مش عايز معلوماتك، انا عايز تشوف هي جت منين اصلا. نختار مين؟ ان كل شيء خلقناه بقدر. ما انت تسال ليه يا لزينتي عشان الموضوع ما يتوهش منك. انت عايز ايه الاولويات بتاعتك في اللي هتجيبه يبقى شيال؟ اللي هتجيبه يبقى سالك، اللي هتجيبه يوصل لك الدنيا بس. المتطوع ده يكون تصنيعه سهل عشان لو فجأة احتجت اشارات كتير الراجل يبقى موجود ويبقى تحت ايدي. يعني يبقى تحت ايدي؟ يعني يبقى موجود في الاعصاب. انا مش هبعت اجيبه من حته بعيده واوقفه في الجسم على مين. عشان كده احنا عندنا خمس خطوات في الكيميكال ترانزميشن. انا كاتبها بخط ايدي بس مش عايز انزلها بصراحه يعني مش طالبه معايا انزلها. بص كده على السبوره، خمس خطوات في الكيميكال ترانزميشن. بص الالفاظ وبص لها بزاويتي برضه. سنسز يعني ستورج. لا والله مفهوم. سنسز وايه؟ انا كل شيء خلقناه. ما تعديش الحاجات دي من تحت ايدك لخلق ربنا. ربنا ما بيصنعش النقل الكيميائي وقت الشغل، ده متصنع متخزن. ده لما عاوز اعمل شغل هعمل ريليس بس.
برسخ لك الفكره بتاع ربنا عز وجل له عشان حياتك. خدت بالك من الكلام؟ يبقى اصلا وخزن لما عاوز ريليز يطلع الناقل الكيميائي يوصل الاشاره زي الشطور لغايه ما توصل لايه؟ للريسبتور. وصلت للريسبتور هيحصل ايه يا شبابنا؟ اكشن. ذيس از فارما. هو ده اللي انا بشتغل عليه، ان لما توصل الاشاره للنقل المعين في المكان المعين هيحصل اكشن معين. يبقى انا كده بدماغي لو شغلت الاكشن ده او وقفته عارف هيحصل ايه في الجسم. ادي دواء بقى والعب في اللي انا عايز العب فيه. خلصت اكشن فيسيولوجي لازم نعمل فيت. اظن عارفين يعني فيت بقى خلاص. دي جراديشن. نوقف بقى عشان ما يحصلش اوفر اكشن. وهو انت مثلا ضربات القلب قليله ومشغل المسافه يطلع النقل بتاعه يرتبط بالريسبت ثم معلي لك الشغل لغايه ما توصل فين؟ للنورمال. لما اوصل للنورمال لازم بس كفايه كده ميرسي وقف. لازم يحصل حاجه اسمها ايه؟ فيت او دي جراديشن. اسالكم سؤال احتراما لعقول كنتوا بس. طبعا اغلب الادويه بتشتغل على منطقه الاكشن، لكن انا ممكن اشتغل على بقيه. بس مع فارق طبي ما حدش هيقوله لك، بس ولا انا هقوله لك على فكره، انا هخليك انت تقول انت احسن. هي تفرق ان انا ادي دواء يشغل الاكشن عن دواء يوقف الفيت؟ اه طبعا. لما ادي دواء يروح يشتغل على الريسبتور يبقى انا كده بقوي الاكشن. شفتوا الفاضي؟ بقوي الاكشن، بخلي حاجه تشتغل بزياده. بدل ما الجسم كان شغال في الهادي قمت انا دايس عليه شويه. لكن لما وقف المخرج انا بطول الديوريشن مش القوه. دلوقتي انا طالع اشتغل حلو، في واحد كان بعد ما خلص شغله هيوقفني، انت وقفت اللي بيوقفني، انت ما زودتش قوتي، انت سبتني برضع فتره اطول، انت كده زودت يا شبابنا ديوريشن. شفتوا الفرق؟ ما حدش هيقول لك الكلام ده، بس انا عارف انكم اكيد هتفكروا فيه فنفكر فيه. خمس خطوات للكيميكال ترانسميشن: سنسز، ستورج، ريليز، يطلع يقابل ريسبتور فيعمل اكشن، خلص الاكشن هنقوم وقف. مال النقل بتاع السيمباثيتك؟ الرينو نور ادرينالين. بتصنع فين لو حد شطور فاكر؟ الادرينال مضله او اسمها سوبرينال المضله دراعك. بادئين بحمض اميني اسمه تيروسين. تيروسين دوبا دوبامين نور ادرينالين ادرينالين. في خطوات قبل كده كمان بس مش عليك. تبدا بتيروسين ثم دوبا دوبامين نور ادرينالين ادرينالين. وكل الخطوات هيدروكسيليشن ما عدا خطوه ميثايليشن وفيلم كده ما يخصكش. لكن بس خدت بالك من حاجه؟ فيلم الموضوع طويل، والاهم من ان هو طويل ان هو بتصنعه فين؟ في غده يا باشا. بتصنعه في غده يا باشا، ويفرضه فين يا باشا؟ مش في الاعصاب. وعاد عني يا باشا. يتخزنوا فين؟ يتخزنوا في الكعبره دي. بصوا بقى عشان انتوا بقيتوا صراع فرد، عارف مسمى الكعبره دي ايه؟ ما دام اتخزنوا هنا يبقى العصب ده عصب ايه؟ سيمباثيتك. موجودين في عصب الفرق قبل ايه؟ فيبقى يسموا الحته دي بصوا كده اسمها ايه في الفارما؟ بري ساينابتك ادرينرجيك نيرف اند. لا على مهلك كده وابلعها. بري ساينابتك متفقين اهو؟ ادرينرجيك نيرف اند. حلو زي الفل. لما احب اعمل اكشن هتيجي اشاره كهربيه تقوم مفرقعه حويصلات كالسيوم. كالسيوم يقوم طالع مفرقع حويصلات النور ادرينالين، نور ادرينالين يعدي في معديه مستنيه هنا بالمناسبه يعني تقوم معديه الناحيه الثانيه عشان يرتبط بالريسبتور. خدت بالك انا قلت ايه؟ ده هيبقى في معديه هنا كمان. المهم عندي النور ادرينالين هو اللي راح وصل لمين؟ زي الشطور كده وصل بعربيه فخمه كمان لحد الريسبتور. تعال الناحيه الثانيه بقى. مال النقل الكيميائي اللي بره؟ بيتصنع في نهايه الاعصاب فقط. الراجل ده ما بيتصنعش غير بيتصنع في نهايه الاعصاب فقط بس. بدات التمرين قدامي. الراجل بيتصنع في مكان الشغل عند نهايه الاعصاب في الكعبره دي بقى، بس الكعبره دي مش بتاعه السمبثات. الراجل بيتصنع اسيتايل كو انزيم اي زائد كولين يدي اسيتايل كولين. يا اختي بطه يا عمر شفت الحلاوه؟ انزيم اسمه كات انزيم بتاع خطوه واحده. لا كده وصل. بيتخزن مكان ما تصنع، الراجل نايم في مكان شغله. الراجل بيتخزن ومصنع في نهايه الاعصاب. الريليز هو نفس الميكانيزم. الاشاره لما هتيجي هتفرقع حويصلاته هيعدي بنفس السيستم بالظبط. كده لما فكرت بصوت عالي، مين في الاثنين يصلح كمتطوع؟ طبعا. اولا بتصنع في الاعصاب. ثانيا التصنيع سهل قوي، عشان كده اهم سؤال في حياتك كلها اللي هيخلص الفيلم، وعلى فكره نص المنهج اللي داخل بالظبط في الكلمتين اللي انا هقولهم دول حالا اهو. يقول لك اين يتواجد الاسيتايل كولين في الجسم؟ هستاذنكم زي ما عملت الترم الاول عشان في ناس ما حضرتش معايا. في اثنين اسيتايل كولين في حياتك انت، ده مش كلام علمي. ده مش كلام علمي. في اثنين اسيتايل كولين في الحياه عشان ما تدخش في الفارما وتقعد ايه تحمل دماغك، انت بتفهم. في اسيتايل كولين مكتوب على السبوره حاليا. اهو ممثل البارا سمباثيتك، الراجل اللي بيتعامل معامله فخمه جدا.
اللي بيروح يقابل ريسبتور على افكتور اورجان ويعمل اكشن، ده اسمه اسيتايلكولين بتاع البور. حلو. وفي اسيتايلكولين في بقيه الاماكن كلها اسمه اسيتايلكولين الشيال المتطوع، اللي ما كانش الموضوع غير انه صدفه ان هو الاسيتايل بتاع البور برضه، لكن هو كان مجرد متطوع. يعني بص، مش ده عصب سيمباثيك؟ مين اللي اخذ الاشاره من السي ان اس؟ هو الجنجل اسيتايلكولين. هنا هو اسيتايلكولين في الفراغ ده، هو المعديه اسيتايلكولين. فتقول ايه ده؟ ده عايز اقول لك ان في الكتب ما بيحكموش عندنا، بيكتبوا الجمله مباشره هي مفهومه لو انت بتفهم. يقول لك من وظائف الاسيتايلكولين ريليز اوف نور ادرينالين في مكانين. تخيل كده انت اللعبه، مش انا حالا كنت بقول كلام اصم وبقول لك ده عصب سمباثيك، فبنخزن ايه؟ نور ادرينالين. عايزين نطلعه بنطلعه ازاي؟ تيجي اشاره كهربيه تفرقعه فيقوم طالع، صح كده؟ الاشاره الكهربائيه متشاله باسيتايلكولين. بس هل الاسيتايلكولين بتاع البره؟ اسيتايلكولين الشيال، عشان كده بقول لك فرقهم في المال. عشان كده هتتفاجئ ان في بعض الاحيان انا ممكن اتعامل مع الاسيتايلكولين ده ان هو مش بتاع بره خالص. ده ممكن اكون بحقن الاسيتايلكولين عشان يشغل العصب السمباثيك اساسا. عشان كده قلنا في اثنين اسيتايلكولين في الحياه. الغلبان ده اهو راح فين؟ اهو اللي بيشغل عصب البره فعلا، واللي في بقيه الاماكن. عشان كده قلت لك اي حاجه متعلقه بالاسيتايلكولين كولينرجيك، ما قلتش بالبره. عشان كده هقول لك بقى بالراحه، واسمعني كده بالراحه مش محتاجه حفظ. اين تواجد البره في الاسيتايلكولين في الجسم؟ كل البري والبره بص. كل البري. طب اسمعها بالراحه، يعني ايه كل البري؟ من غير حفظ لو سمحت، عشان ما تقعدش تحفظها من الكتاب. كل البري يعني بري جانجليونيك، جوه الجانجليا ذات نفسها. بري ساينابتيك هنا اهو، اللي هيزق دي عشان تعدي هو اسيتايلكولين. في الساينابس ذات نفسه المعديه اللي هتاخد وتعدي الناس هي برضه اسيتايلكولين. عشان كده قلت لك كل البري، ادي كل البري. طب في البوست بقى، يعني اللي هيروح يقابل ريسبتور بتبقى في حاله واحده بتاعت ايه؟ البارا سمباثيك. قلت عليها كل البري والبارا بوست. ممكن يكون موجود وهيقابل ريسبتور في عصب سمباثيك؟ عشان نبقى متفقين، لانها قاعده ما لهاش استثناءات، عشان هم الكتاب مش كده. عارف امتى؟ انتوا عارفين امتى بس مش عارفين ليه. امتى؟ في حاله الاكسوكراين سويت جلاند. مش كل السويت جلاند، السويت جلاند في منها ابوكراين واكسوكراين. الابوكراين اللي في الاماكن المعفنه، اللي احنا حتى قلنا عليها لو طلع فيها حبايه ابسس بتسمى بويل اور فرانكل، فاكرين دول؟ كانت بتبقى عند الفوليكل او سبيشال جلاند. انما الاكسوكراين دي في بقيه الجسم. عارف دي ليه؟ كفسيولوجي ليه؟ عشان دي مش في كتب خالص، عشان خاطر يبقى شغل الباراسمباثيك وتحديدا الاسيتايلكولين اللي هيطلع في الباراسمباثيك بتاع كل افرازات الجسم. لكن من ناحيه ثانيه، عشان خاطر الاكسوكراين سويت جلاند عليها ريسبتور بتاع بره، عليها كولينرجيك. بالمناسبه احنا عليها ماسكولين، انا مش هقعد هقول بقى عليها ريسبتور بتاع ماسكولين، فكان لازم اللي قبله برضه اسيتايلكولين. فبيقولوا على العصب ده كلمه لو قريتوها امبارح في الورقه اللي معاكم، عصب كولينرجيك سمباثيك. استنى، هو طبيعي ان السمباثيك بتسمى ايه؟ ادرينرجيك. طب هو ليه بقى يا دكتور لما هو اسيتايلكولين من جوه لمؤاخذه يعني مسميه سمباثيك؟ عشان شغله سمباثيك. انت بتعرف انت لما بت لما بتوتر لما بتعصب يبقى الشغل سمباثيك، وطلع من اماكن السمباثيك في السي ان اس، فهو عصب مصنف كاناتومي سمباثيك، لكن شغله من كله جوه اسيتايلكولين. تاني، مش هتفيدني في الفارما في حاجه غير في سؤال الاس بي، لكن مش هتفيدك في حاجه. اين يتواجد الاسيتايلكولين في الجسم؟ كل البري. اتفقين؟ بره بوست. سمباثيك بوست في حاله واحده، سكراين سويت جلاند. موجود اهو. ايه ده؟ ده مش اوتونوميك اصلا. موجود عشان يبقى معديه في الساينابس اللي قبل العضله. ايه يا شبابنا؟ مش هفوتها عشان دي شغل الحصه الجايه كله. طلع عضلات الاسكليتال زيها زي عضلات اخواتها، عشان تشتغل محتاجه اشاره كهربائيه. الاشاره الكهربائيه هي مش فاهماها، فمحتاجه حد يترجمها لها. اللي بيترجمها لها مين؟ وبالتالي الاسيتايلكولين لو اديت دواء، بصوا كده كلامي بقى، لو اديت دواء يشغل الاسيتايلكولين في الساينابس اللي هو الساينابس الجديد ده، هيشتغل في اي ساينابس؟ الثلاثه. طب لما يشتغل في الاثنين دول يبقى انت لما مؤاخذه بتشتغل ايه؟ يعني لما اشتغل في ايه؟ فيقول لك خلاص سهله، هنقعد نشتغل بتوع الصيدله اشتغلوا عليه لغايه ما جابوا الادويه اللي انتوا هتسمعوها في المنهج، مش هيقولوا لكم البوق اللي انا قلته ده. جابوا ادويه الافينيتي بتاعها ما بتروحش تشتغل غير انه بس. انه بس يعني فين؟ في العصب السوماتيك، يعني عند العضله السكليتال. فيقول لك الادويه دي ما تروح تشغل الاسيتايلكولين هنا، هتعالج وهم العضلات. الادويه العكسيه اللي هتوقف الاسيتايلكولين هنا هتشتغل كمصر ريلاكسنت.
اللي عنده تشنجات ولا حاجه هنهديله عضلات او دخل ليها من عمليه وبنج لازم نهديله عضلاته شويه. وقتها الادويه دي هقول لك عليها انها مكتوبه تبع الباراسيمباثيك، لكن هل هي باراسيمباثيك؟ مش بار، دي ادويه اسمها ادويه كولينرجيك. عشان كده في لحظه من اللحظات هقول لك ممنوع منع بتا حتى لو كتاب كاتب الادويه ما تتسماش ادويه باراسيمباثيك ولا باراسيمباثوماليميتيك، تتسمى كولينرجيك. ليه؟ لان اللي بيتقال عليها باراسيمباثوماليميتيك اللي هتشغل ده هو اللي بيروح على الريسبتور، انما هتشغل حاجه في السكه فتتسمى يا شبابنا كولينرجيك. اين يتراجع الاستروجين كلين في الجسم للمره الاخيره؟ عشان هي دي اصعب حاجه للمره. انا ممكن اقول لك كلمه واحده ونريح دماغنا ودماغك، يعني موجود في كل حته معانا. كل البري والبارابوس سمباثيك بوست اكسكرين سويت جلاند الموتور اندبليتن اللي رايح على العضله الاسفليه يا عم في كل حته ما عدا الحته اللي فيها نورادرينالين، صح كده؟ النورادرينالين موجود امتى؟ بوست سمباثيك بس ما عدا اللي في قفايا طبعا اللي هو سويت جلاند، بس مش هحاول اعدهم. خد بقى الثالثه دي عشان ايه؟ مرميها في وسط الكتاب كده في النص مش كاتبها كامله، هنكملها احنا. موجود في بعض الاماكن في السينس، هستاذنكم هنقولها احنا بالتفصيل مش تفصيل الكتاب عشان مش هنقعد نقول معلومات جديده في النص الثاني بقى خلاص. في اماكن في المخ فيها سايكلين كنقل كيميائي، وقتها ما بقاش اسمه نقل كيميائي بس اسمه نقل عصبي بقى، بيبقى اسمه نيورو ترانسميتر مش كيميكال ترانسميتر. موجود فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، منطقه اسمها البيزل جانجلي. بسم الله الرحمن الرحيم، سيتي زد. بس ميرسي بقى كده، يبقى ايه صباح العسل كده عليكم، بلا كتاب بلا بدنجان في وسط احنا شغالين الحصه الجايه. هقول لك الادويه اللي بتشغل استايل كولين. لو في النص قلت لك ومكتوب كده نصا في دواء كواترنري ممكن يعمل فوميتنج، مش هيعدي يشغل الاستايل كولين اللي فوق اساسا، لكن في واحد تاني ترشري ترشري يعدي، ولما يعدي هيروح يشغل الاستايل كولين في السي ان اس في الاماكن اللي فيها استايل كولين اساسا، فبالتالي ممكن الاستايل كولين بتاعه يعمل ايه؟ سي دي زد. طب وشغله في البيزل جانجلي حلو ولا وحش؟ على حسب. بص بقى البيزل جانجلي كان فيها اثنين ناقل كيميائي دوبامين واستايكولين عشان ينظموا الجهاز العصبي الحركي. المفروض اللي بيشغل الدوبامين واللي بيوقفه عن حده اسمه استايكولين. لو باظ حصل خلل في الريشيو دي ما بين الدوبامين واستايكولين في البيزل جانجلي بيحصل مرض مشهور اسمه باركنسونز. جبنا سبب. ما سبب الباركنسونيزم؟ حاجه من اثنين، لو حد الاضمن نقص الدوبامين يا ايه؟ يبقى لو عدى فوق انت في خطر ان ممكن يحصل باركنسونيزم. لو قطع كده يبقى الراجل لو طلع فوق، انا لغايه دلوقتي شايف سايد افكت بس، لو طلع فوق هيتسبب في حدوث باركنسونيزم، لو طلع فوق هيتسبب في دوبامين. طب لو اديت ادويه انتي كولينرجيك ده ممكن تكون مكتوبه وهي مكتوبه فعلا في الادويه الانتي ايميتك، انتي ميتك على ضد الفوميتنج خلال وقتها، ممكن تكون في الادويه اللي بتساعد في علاج الباركنسونيزم عشان ممكن يكون الباركنسونيزم بسبب زياده الاستايلين. المكان الثالث من عندنا عشان انا عايز اقول لكم بعد اذنكم، يعني سمعت عن حاجه اسمها الالزهايمر؟ اسمه الزهايمر مش زهايمر. ها دي مش الف ولام القمريه، البلد اسمه كده. لقوا ان الاستايل كولين مهم جدا في ان الالزهايمر ما يزيدش، يعني وجدوا ان الاستايل كولين له دور قوي جدا في مركز الميموري اللي في المخ. وبالتالي هتتفاجئ في وسط الكلام كده كلمه مرميه في الكتاب من غير اصل خالص، ان الادويه اللي بتشغل الاستايل كولين فوق في السي ان اس قد تساعد، مش بتعالج الالزهايمر، بتمنع البروجريشن، ما تخليش المرض يزداد سوء. خلاص دول الثلاث اماكن اللي هنشتغل عليهم اهو عشان ايه؟ في تسيب القصه دي. بالمناسبه يا جماعه برده عشان ايه قدام بعد المد كده، عشان برده ايه يبقى خلصنا معلومات من بدري، السيزت دي فيها كل حاجه يا اخي، كل حاجه هتلاقي فيها هيستامين وسيروتونين واستايلكولين ودوبامين. وبص اي كلب بلدي هناخده في المنهج هتلاقيه بيعمل فوميتنج، انت عارف السيزت دي ما شاء الله اي حد عايز يعدي بيعدي، خاصه ان مفيش بلاد برين بارير. والله كان مكتوب في وسط الكلام كده ان مفيش بلاد برين بارير. يلا بينا جاهزه يا حاجه؟ انا خلاص بقيت جاهزه. احنا كده قلنا سنسز ستورج ريليف، انا مش عايزهم اصلا دلوقتي خالص ولا تشغل دماغي، انا قصيت كلها في الاثنين دول. بس مبدئيا عرفت ان الاستايل كولين، يعني دلوقتي في الكتاب في عنوان كبير قوي الحمد لله الله يبارك لهم، انا مبسوط والله من كلها مش بكتبها، ان هم نقحوا المنهج كتير قوي. المنهج اللي قلت لكم كان 120 صفحه بتوع سنه خمسه اللي هم اخر ناس انا قلت لكم شرحت لهم فرما، كان 120 صفحه قلت لهم. ليه 120 صفحه؟ يقول لك لان في ناس اسمهم جانجل ستيمولانت،
ادويه بتشغل الاستايكولين في الجنب. طب هي هتشغل انهي استايكولين؟ الاثنين. ايوه. طب هتعمل ايه؟ كانت حاجه كده الحمد لله الحمد لله يعني ما عادوش شايفين منها غير ايه؟ فتاه وجانجليون بلوكر. وانا لو وقف الاستايكولين في الجنب هيوقف اي واحده؟ مساكل بره الاثنين. ما الاثنين فيهم استايكولين والله اللي هو ايه في ايه ايه الحمد لله يعني ربنا ستر. فدلوقتي انا قصتي هتشتغل على الريسبتورز. طبعا انا متوقع حاجه قبل ما احكي التفصيل الممل ان الريسبتور بتوع البره مش فاهمين معايا غير في المتحمس ولو انهم ان شاء الله مش هيبقوا اساسي. وانا هسالك سؤال لما اقول لك في ريسبتور اسمه ماسكارين وهتسمع ان في ام 1 وام 2 وام 3 وام 4 وام 5 انا كدكتور هقول لك دراوش انت عمرك في حياتك ما هتنزل في الحياه ليه اديني دواء ام 2 بلوكر فيكس. ما انت كده كده عارف ان عصب البره اصلا ما بروحش يمين ولا شمال فمش محتاجه انك تقعد تصنع في دواء بيروح على ريسبتور بعيد ما كده كده العصب مودي له ريسبتور اساسا. انما في السمباثيك الموضوع واسع وهو ده الفارما كلها. ليه بقى؟ لانك عارف ان السمباثيك غصب عنك هينتشر في الجسم كله فلازم تبقى الريسبتور بالنسبه لك محكمه. هتسمع الفا بلوكر والفا اجنست وبيتا بلوكر وبيتا وهتسمع الكلام ده طول حياتك حياتك كلها هتبقى كده اصلا. عشان كده احنا هنحكيه النهارده. قبل ما نحكيهم بقى نفكركم بحاجه لطيفه كده ان عشان نعمل عمل متكامل ولا كمان ده لوحده كان لازم نجيب اللي هيشتغل نجيب اللي هيشتغل الشغل. فكان لازم يبقى في نوعين من الريسبتور سواء في السمباثيك او البارا والكتاب مش كاتب كده كاتبهم على طول كده وبيكب. بس انا بفهم معلش. فريق الشغل فريق الاعداد هل انت محتاج ريسبتور كتير للبارا؟ لا. الريسبتور بتاع الاستايكولين كان اثنين. واحد في موقع الحدث الله يمسيه بالخير كان اسمه ماسكارين ريسبتور. وبالمناسبه هي حاجه ما تخصكوش بس هو مسمينه ماسكارين عشان بيشتغل بماده اسمها ماسكارين بس ما فيش ماسكارين في الجسم. يعني في ماده كيميائيه اسمها ماسكارين خلته يشتغل فسموه على اسمها لكن كده كده هو في الجسم بيشتغل بمين؟ ده موجود فين الماسكارين؟ لازم اقول لك اللي مكتوب في الجدول بتاع الكتاب جدول ابن كلب كده ملوش اي 30 لازمه كاتب لك 5 ام وكاتب جنب كل واحده بص سينابتك ما انت عارف ان بص سينابتك هو في موقع الحدث عشان يشتغل. قال ما وظيفه الماسكارين ريسبتور؟ عايز كلمة واحدة بالعربي. بارا في المكان اللي واقف فيه. ده اللي بيعمل اكشن البارا في المكان اللي هو واقف فيه. يعني معلش لو هقرص على نفسيكوا شوية واقول له ان هو جي كابل بروتين. الراجل ده نوعه حاجة كان اسمها جي كابل بروتين. الجدول ده بس مش وقت. طب مين فريق الاعداد؟ نيكوتين ريسبتور. ما دور النيكوتين؟ لفظة في الفارما بيسموه اوتو ريسبتور. اوتو يعني ريجوليشن. قلتوا يعني زي السكرتاري مثل كده انا واقف الناس معديه من قدامي اتفضلوا جماعه القاعه فاضيه اتفضلوا جوه يعني القاعه اتملت او خلاص ما عادش لها لازمه ان حد يخش الدكتور قال لي ما تدخلش حد تاني يبقى دوري ايه؟ اقف. فالراجل ده دوره والله العظيم اقسم بالله دوره ريجيشن والله العظيم ما فيش ولا كتاب فارما في الكوكب كله قال كده كان احنا اللي اكتشفنا الكلام ده. قصه الايه ربنا واضحه النيكوتين دور ريجيوليشن. يعني ايه دور ريجيوليشن؟ يعني لو شاف الموضوع اوفر هيعمل ايه؟ هيوقف مين؟ زياده. الراجل ده مكتوب عليه بص بقى كده مكتوبه ازاي في الكتاب؟ مكتوب في الكتاب ان الراجل ده لو عدى عليه كميه استايلكولين قليله او متوسطه هيعمل ديبولاريزيشن. يعني ايه؟ يعني هيعدي شرشه هيعدي شرشه عربيه يعني. خاصه يعني خاصه ان كان اصلا 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 مسمين الريسبتور ده في الكتاب اصلا 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 لايجاند جيتد اين تشانل. والله العظيم والله اللي كان في الاول دي فساعه ما الراجل اللي كان بيجي له استايلكولين يقوم فتح قناه الصوديوم وعامل ديبولاريزيشن. يقول لك في حين ان لو عدى كميه استايكولين كتير قوي 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 اعمل هايبر بولاريزيشن وموقف الاشاره. فالناس تقعد تحفظ تحفظ ايه؟ ما هو ده معنى كلمه الريجوليشن الحرفي انك لو لقيت اشاره بزياده يبقى لازم توقف الاشاره الزياده. طبعا دي كادويه مش بنلعب عليها اصلا لسبب بسيط قوي لانك لو اديت حاجه توقف الريسبتور ده او تشغله هتشغله او توقفه فين؟ في السمساك والبره الاثنين لكن ده احنا بنهزر. اين يتواجد النيكوتين ريسبتور؟ السكة. أنا كنت عايز تجمعها في السكة يعني موجود في الجانجليا موجود في الساينابس اهو في المعدية دي له مكان تالت مش هنقول دلوقتي لو قلت الترم العلاني هنعمل له فرق. فكده يبقى الريسبتور بتاع البارا سهل قوي ماسكارين ونيكوتين. تقسيمة الماسكارين مش هقولها غير في حصتها لأنها أنت هتحتاجها في امتحان بس في حياتك ولا هتحتاجها في ربع جنيه. خدتوا بالكم من حاجة؟ خدتوا بالكم إن كل شيء مش قادر معلش عشان خاطري أنا آسف عشان عارف إن أنا هقول إن كل شيء خلقناه قدر. فاكر لما قلنا انواع الريسبتور في الجدول اللي كان في الكويز وقلنا ان كان في ناس والله جامد جيت الدايم شانل وناس اسمه جي كابل بروتين ده ليه كده وده ليه كده؟ لو بصيت على السبوره هتعرف لان ده محتاج ايه؟ تيجي الاشاره تفتح عدي شغل الفيزا تيجي الاشاره باستايل كولين او فاتح صوت معدي يا ابني الاشاره يلا بسرعه عشان هو دوره
regulation. لكن هتيجي تشتغل لا لازم تيجي على مهنك ترتبط بالشريك والروتين وتبلغه عايز ايه وياخد وقته على الشغل مش تاكل. عشان كده كان ده لايك اند جيت الايمن شانل وده اسمه شيء جابل دوبل. احنا مش بنستعرض في الشرح انا بس عايز اوصل لك رساله ربنا ان مفيش حاجه اسمها كده لان كلكم ما شاء الله اسكاو بتفكروا. اغلب الناس لما بتفكر انها عايزه مثلا تخترع حاجه في دماغها حاجتين ان مش معقوله الدنيا واقفه عليا اكيد في حد فكر في دي قبل يا اما انا اللي غبي يعني عارف حاجه من الاثنين. لا انت مش غبي والله ولا حاجه. المهم طيب بعد ما الاستاذ كولين يخلص بنعمل ايه؟ بنكسره بحاجه اسمها كولين ستريس. كان في اثنين كولين ستريس ترو وفولس او سو. انا قلتها مجازا كده ان الترو بيكسر الاستايل كولين ذات نفسه وحد كده شرحه هيبقى اسمه ميتا كولين خلال وقتها انما السو ده بيكسر الادويه اللي شبه الاستايل كولين. عشان احنا هناخد عيله كبيره قوي الحصه الجايه كل اسماء فيها كول كولين في الاخر. حلوة. تعال بقى ايه الشغل بتاع السمباثيك هنمسح العصب ده كله. ده الجزء اللي بعد ما نخلصه حضراتكم هتكتبوه او هتكتبوه في البيت بدماغك او ما تكتبوش كده حرام لا انا كده كده كاتبه بس مش حد قلت. انتوا بقى متخيلين والله ما بهزر ان الحصه الجايه هم شرحوها في يعني الحصه الجايه ربع الحصه الجايه شرح ثلاث محاضرات بارا سمباثو مايميتك. حد يترجم عليه بارا سمباثو مايميتك؟ ادوات شغل ايه؟ ماسكارين ريسبتور. بعد اذنك ادوات شغل ماسكارين ريسبتور. الادوات دي اشهر اماكن شغل ليه هيبقى فين؟ نص التحتاني والجلوكوما في العين. انا جبت سيرتها كده ولا هقولها تاني المره الجايه عشان بجد الاكشن بتاعهم. بص انا بالعربي اقول لك ايه والله مش انت داخل على ام اس كيو ما ده ليست الام اس كيو لو انت بتفهم قوي. جاي لك الدواء ده صنفته ان هو بيشغل برس البساتك او بيشغل ماسكارين يبقى بيشغل الشي اي تي او بيشغل تحت بينزل او جلوكوما على العين. خلصت. لو بيعدي السي ام اس يبقى السايد افكت بتاعته ايه؟ بيستقلنا احيانا فوميتنج او يعمل باركنسونيزم. خلصت. هوريكم الحصه الجايه لو شفتوا حاجه زياده عن اللي بقوله. تعالى مركز في السمباثيك وحلاوه السمباثيك ودلع وكمان السمباثيك. سؤال الحلقه الاول ايه الاكشن اوف السمباثيك؟ لما بشوف اسد شعره هيغف يعني هيبرق هيريل وشه يصفر وجسمه كله هيصفر لان الدم بيقل في كل حته ان القلب والعضلات. كان بيشغل القلب والرئتين ويهدي البرونكاي كان بيهدي الهضم الجلوكوز من الكبد يجيب ار بي سيز من الطحال يجيب ادرينالين ورادرينالين من الادرينال المضاد تحت احبس احبس والرحم على حسب مع جهاز التناسلي يشكل ايش. رقم واحد اين يتم تصنيع الادرينالين والنور ادرينالين؟ 80% ادرينالين و 20% ادرينالين. بيشتغل اكتر النور ادرينالين طبعا. اللي بيصنع اكتر هو اللي هيشتغل اكتر هتبقى خبره. قال لي ليه يا دكتور اصل ادرينالين عنيف عنيف قوي هو اول دواء هناخد جزء السمباثيك غبي بيعمل سمباثيك بغباوه. يعني حاجه مثلا تقول ايه واحد نبضات قلبه ضعيفه حركة لما هتدي له شويه من النور ادرينالين هيزود ربضات قلبه لو اديته ادرينالين هيبقى تومو جيل. فالادرينالين كدواء لو استخدم في السيفير ايرجنت كيسز حالات الضرر واحد بيموت ان شاء الله ربنا يكرمه كده حوالين ادرينالين في قلبه لو اظن حضراتكم اكيد شفتوه. واحد عنده كوندكتيفيتي في القلب وقفت خالص هم رازعين حقنه ادرينالين على طول عشان يهي فوق زي الابره. لكن واحد عنده حاجه خفيفه يديله ادرينالين لا. عشان كده بص انا بحكي الجزء كويس قلت لك ايه اللي فاكر كان لو واحد حصل له الرجي الدم كان عنده حساسيه للبنسلين وما خد حقنه البنسلين من غير اختبار حساسيه قام جاله بطحه في الدرج وهو وقع على الارض. قلت لكم في اثنين اقوى انتي هيستامينك في الكوكب كلكم فاكرين الادرينالين والكورتيزون. الصيدليه بتدي كورتيزون رغم الادرينالين اقوى بكتير جدا بيبقى مرعوب من اللي انا بقوله ده يبقى مرعوب من الفيلم ده. انا ادوله في العنايه براحتي عشان انا في العنايه مسيطر على الموضوع لكن في الشرع كده لكن ادرينالين طبعا اقوى بكتير. طيب نحكي بقى الموضوع من دول الاكشنز اللي انا قلتها دي معلش فكر قبل ما تجاوب بليز بليز عشان دي حاجات مش في الكتاب دي حاجات في دماغك انت بس. ما تاثير واللي عايز يجاوب ارفع ايدي بعد اذنكم كده نتسلى سوا. ما تاثير السمباثيك على السموث ماسل والكاردياك ماسل؟ هتشوف. وما تاثير الباراسمباثيك على السموث ماسل وعلى الكاردياك ماسل؟ اللي عايز يجاوب كده نتسلى شويه.
لا اللي عايز يجاوب ولا عايز اجاوب؟ بيسمع نور. صديق الحلقه اتفضل بص الكاميرا صح؟ ما تبصش العيال وحش. عارفين انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان انت مش هتاخد بالك منه وهتقعد تحفظ في الكتاب زي العبيط وفي الاخر الكلام ده هيتوه من تحت ايدك. عايزين يجوه من قبل ما احكي. قول يلا. يعني كونتراكشن ولا ريلاكسيشن؟ استيميلاتوري ولا انجيتوري؟ يعني قصدك ده وده؟ صح كده انا فهمت صح؟ طيب وعلى السكليتال؟ على الكلام اللي بتاعتك معلش سكليتال يا جماعه. كاردياك ايه بس؟ وكاردياك بالمره كاردياك انتوا عارفين على السكليتال بيزود والمره بيقلل بس ما بردش البوتيشن. انا عايز سكليتال. السكليتال بيعمل كده بيسهل حركه بيمدل الدم شويه يعني بيعمل فازا كونستراكشن. نظو ايه؟ بص كان بصورة قصة صعبة قوي. طب البار بيعمل ايه على السبوس مصل؟ بار ده الحسن. تمام يعني الاثنين؟ اه برضه الاثنين. وعلى السكريتال؟ السكريتال بيعمل وقتها بقى كونستريكشن فبيضايق. لا لسه مالوش، مالوش في السكريتال خالص. لا انا بعكسك. انا بعكسك مش لا مالوش في السكريتال. مش غير. لا وانا مش بقولكم حاجه تجيبوها معلومات وما تدور في الاكشن اللي احنا سائلينه ده وفصص كده وقول يلا عشان ايه كان باقي حته في البركه كنت هتقروها هلغي ما كانش عليه هلغي خلصنا بس صح ايه يلا مين بس الاول بتتكلم عن مين السمباثيك ما بتاثرش على السكريتال بشكل مباشر ما بتديهاش امر عصبي ما فيش تاثير عليها خالص لا عليه بال انا موافق جدا طبعا السموس مثلا في الدايجستيف سيستم عايز اجيبها ريلاكسيشن عايز اجيبها بالمره بقى قاعد في مصر كونتراكشن بس تمام وعلى السكريتال طيب تمام حد عايز يشارك لا ده مش اجابه صعبه المفروض انت تقول اجابه صعبه انت لو دورت بصوت عالي هتعرف سيب بس تخضيط على طلاب من 3 و5 سيب انت بتعمل ايه بس بتعمل ايه خليك معايا صحتك النهارده طب بص تيجي نقول بصوت عالي انتوا تجاوبوا ما تاثير السمباثيك على السموث ماسل ده انا من غير ما الف وادور في الجسم كفايه بس تاثيره على الاوعيه الدمويه طب ايه على الاوعيه الدمويه؟ وساعات بظن دايلتيشن والله العظيم صح؟ البرد اللي بيعمل ده وده تاثيره على البرونكاي ريلاكسيشن تاثيره ايه على الجهاز الهضمي ريلاكسيشن يا عم ده على اليوريني بلادر لوحده ريلاكسيشن في الجدار كونتراكشن في الاستمك يبقى الراجل بيعمل كونتراكشن وريلاكسيشن الاثنين تاثيره على السكيتال المصل طبعا كلكم عارفين ما بيروحش يديها امر لكن بيزود لها الدم عن طريق البازو دايلاتيشن وبالمناسبه يعني الكلام كده مرمي في الكتاب مش غلط صح يا برضه وبيسهل النيورو ماسكولار جانكشن فاكرين القعبره اللي احنا كنا رسمينها بيسهل ان الاستايل كليني يعدي الناس بسرعه طب تاثير الباره كونتراكشن والله وفرت والله وفرت والله وفرت والله وفرت عشان كده حضرتك زي الشطور لما نيجي نذاكر بره ده لو احنا بنذاكر بره ايه حد فاضي تاثير دواء بره على الجسم كونتراكشن كل عضلاته وافرازات ونص تحتيه كل سنه وانت طيب تعال امشي معايا واحده واحده بيعمل ايه في العضله اللي في العين كونستريكشن اللي اسمها جلوبال كونستريكت جلوبالري ماسل السجر بتاع الجلوكوم كونتراكشن الراجل بيعمل ايه على البرونكات برونكو كونستريكشن بيعمل ايه في العضلات بتاعه الهضم كل سنه وانت طيب الراجل كونتراكشن ونص تحتاني وافرازات هجاوب لك سؤال في دماغك بس مش حاجه عارف انك هتسال في الفكره بس يبقى الراجل بيعمل كونتراكشن في كل العضلات وبيطلع الافرازات والنص التحتاني لكن الراجل ده بيعمل ده وبيعمل ده ما دام تاثير السمباثيك على السموث ماسل ممكن كونتراكشن ممكن ريلاكسيشن يبقى لازم يكون فيه اثنين ريسبتور واحد بيعرف يعمل كده واحد بيعرف يعمل كده تعبان فقط عشان نعمل عمل متكامل والكمال لله وحده كان لازم نجيب اللي هيشتغل ونجيب بالمناسبه بقى عشان انتوا اللي قرستوا عليا الاوتروبين 7 صفحات في الكتاب اند اوتروبين سبستيتيوت خلي السبستيتيوت تنفعك يا اسطى فاضيين للكلام ده الاوتروبين بارا سمباثو ليتيك استنى انا لسه ما كملتش ده كلام الفسيولوجي كلام الفارما الراجل ده بيوقف ام وسي انس وانا كده بشرسكم طب مؤاخذه يعني كده بشرسكم في الفارما من بدري قوي بيوقف الماسكارين والسينس يبقى الراجل ده الاكشن بتاعه ايه؟ بينشط وشبه السمباثيك مش البركه الافرازات؟
يبقى هيوقف كل الافرازات والراجل هيوقف البره شبه السم السمه حلوه حلوه دي شبه السم سجع يعني تاثيره على الجلوكوز تاثيره ايه على السيليوشن بس الوزن بس خلي بالك الراجل ما بيروحش البروتين يعني تاثيره ايه على التنفس الجزاوي اللي بيقلل تاثيره ايه على العين مدريازس ولا ميوزس وشوف الكتاب كاتب ايه لو عايزين نكمل بيت الاعضاء اللي جنب بيرجع الجهاز الهضمي اه والله العظيم يعني ينفع يستخدم في علاج المغص وكده يحبس ولا ينزل تحت ده ليه في المحابس شوف الكتاب كاتب ايه طب وبيوقف السي ان اس لا دي مصلحه دي انا حاسس انها حاسس كده والله اعلم انها مصلحه حاسس ان هو ممكن يكونوا بيستخدموه في علاج الباركنسونيزم حاسس عشان يقلل الاصايد دي وحاسس ان هو ممكن يستخدم كانتي ايميتيك يوقف الاصايد دي فين سيب زيد اول انا حاسس هو مكتوب كده في الكتاب بالمناسبه بس هو كان فيه مشكله عظيمه دي اللي خلت فيه درس اسمه سبستيتيوت الاوتروبين بيشتغل جنرالايز لا ضربتني كده في مقتل انت كده زعلتني ده انا عارف ان ادويه البراء امر عشان كده يقول لك ايه يبقى خلاص بلاش نستخدم الاوتروبين استخدم بدائل في بديل احسن منه في العين في بديل احسن منه على البرونكاي في بديل احسن منه هنا هنا تخيل ده سبع صفحات في الكتاب ده اصلا مرات بالعز بروح جرب تقراه من دلوقتي لسه ما شرحتش فارما عرفت ليه انا بقول لك ان الفارما سهله وبسيطه والناس اللي بتعقدها روح اقرا روح شوف كده بعينك تاثير الاوتروبين على عضو عضو وكاتبينه في كام صفحه انا عايزك تتفرج كده وتنطبق تعالى بقى نقول اللي احنا عايزينه في كام ريسبتور هنا هم كتير خلي بالكم ان في حد بيتا 5 وفي ناس جابت بيتا 7 بس اندر ترايل فاللي علينا في المنهج الفا 1 الفا 2 بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3 دي مش هتبقى في الفارما هي في الكتابه بصلي عشان الكتاب كتب عليهم هزي دورهم ايه اللي على الصبوره دول المسافه في المكان اللي هم واقفين فيه يبقى انا هقول اماكن مش هقول وظايف انا مش هقول وظايف زي الكتاب انا هقول اماكن الالفا 1 بتعمل كونتراكشن على طول الخط معلش هحاولكم لعميقه شويه انا اسف معلش الفسيولوجي بس ناقي حاجه اذا يبقى الالفا 1 دي هتعمل كونتراكشن يبقى اي مكان في الجسم السمباثيك السيطره فيه للكونتراكشن هتلاقي فيه الفا يعني هتلاقيها في بلاد فيسل سيركتر والعضلات اللي فوق بلاد فيسل اه لان في اغلب البلاد فيسل بنعمل ايه في السيركتر كلكم عارفين في المحاب وفي العضلات اللي فوق العضله اللي بتوقف الشعر ما بيحصل فيها كونتراكشن العضله اللي بتوسع البيوب الله يمسيها بالخير حتى العضلات اللي بتخلي الافرازات تطلع بيعمل فيها كونتراكشن هتلاقي فيها الفا تخيل الكتاب كاتب ايه كاتب جدول صفحه كامله بيزود السليفري سيكريشن بس بيعمل فازو كونستريكشن فبيزود الضغط بيعمل يورين ريتينشن لانه بيقفل المحبس اللي كان بتاع البيبي بيعمل فيزل ده المفروض انا اقول كده ما اعتقدش ان انا مش بختصر ولا بسكن على فكره احنا بنفهم انا اصلا ما عملتش تسكينات التسكينات دي عملها لك اسامي الادويه انتوا كنا فاهم الفا 1 يعني كنت يعني دلوقتي لو جيت تحل سؤال هتحل حاجه نقطه اصلا بالله لو دخلت تحل سؤال هعمل لك فيلم حالا لسه ما بدأناش فرمه الراجل بيعمل كونتراكشن فعشان كده افصصها بمزاجي بقى نعيش احنا براحتنا بس افصصها انا مش هنسي انت فاكر الالفا 1 بتعمل ايه كونتراكشن يبقى الراجل بيعمل كونتراكشن في العضله اللي بتوقف الشعر فيعمل هير ريدكشن العضله اللي بتوسع العين فيعمل هو الزوق تقول اكتف مدرياس لان ممكن يحصل بس المدرياسس لو وقفت العضله بتاعه البار بس ما علينا يعني بيعمل فازو كونستريكشن يعني بيعمل ايه في الضغط ويزود البريفرال ريزيستنس المقاومه القصه بقى احكي لكم التفصيل لما نخش في المنهج عشان انا عايز اهز فيها اصلا انا عمال بحكي الحصه دي عشان نوصل الحاجات دي اهز براحتي حلو الراجل بيزود الافرازات اللي ممكن السمساك يزودها اصلا السمساك ما كانش بيزود افراز لمين وكان مجازي كمان يعني بس ولا هحتاج دي في الفرن ولا هحتاج دي في الفرن اهو على المحابس الراجل بيعمل ايه في المحابس ده الكلام اللي في الكتاب طب في الواقع بقى عشان ما نخش في وسط الادويه الفا 1 يعني بلاد فيسل وسفنكتر وورك مش هتلاقي لهم استخدامات ولا سايد افكت ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت غير الاثنين دول يجي لعبه اللعبه حلوه واحد عنده يورين انكونتنس يورين انكونتنس مش عارف يمسك البيبي يعني البيبي عمال ينزل بقى محتاجين حاجه تعمل لي في المحبس يبقى تدي دواء ايه؟ الفا 1 اجلس طب سمعت عن حاجه اسمها كونجشن احتقان احتقان يعني ايه؟ يعني دم تراكم في وعاء دموي غالبا مريض كل ادويه مضادات الاحتقان اللي في السوق وفي كوكب الارض الفا 1 اجلس
عشان تعمل فازو الدم يتحرك. بص 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 مش الدم راكن كده؟ لما تعمل فازو كونستريكشن يحصل الدم. يكتب لك في الكتب الحقيره ان من السايد افكت بتاع اجنب مضادات الاحتقان انها بتعمل ريباوند، اول ما توقفها الاحتقان هيرجع تاني. طبعا هيرجع تاني. انا ما عرفتش السبب. انت عرفت العرض بس اول مره حصل؟ ده عيب في الدكتور مش عيب في الدواء والله العظيم والله عيب. طب خد دي. سمعتوا عن حاجه اسمها البروستات؟ بروستاتا ها؟ في الباثولوجي هيقول لك كل الرجاله بعد سن ال 45 هنلبس هنلبس يس. البروستات بتتضخم فسيولوجيا. بيسموها بناين بروستاتيك هايبر بليجيا، تضخم حميد يعني. فتزنق على مين؟ على مجرى البول؟ على مجرى البول؟ فيقول لك ايه بقى؟ واحد ضغطه عالي. فكنت بديله دواء الفا 1 بلوكر، حد يترجم كده، ترجم. الفا 1 بلوكر يبقى هيوقف ايه؟ لحظه بس، هيوقف الالفا 1، والالفا 1 احنا قلنا مكانين كفارما بقى. بلاد فيسل وسفنكتر، هيوقفها على البلاد فيسل ده علاج. ده علاج الضغط العالي كده، ضغط عالي يبقى هوقف الالفا، فبالتالي هيحصل فازو دايلاتيشن. حلو. لكن لما اوقف على السفنكتر، السفنكتر هيحصل لها ايه؟ هو كان قافل محاس، يبقى لما اوقف يحصل ايه في السفنكتر؟ يبقى الدواء ده قمر قوي لو الناس عندها ده كمان. بس حاجه بقى بره الصندوق، هو كده مش بيعالج، بيساعد في العلاج. المفروض انت كدكتور عشان هم بيكتبوا في الكتاب ده يستخدم في علاج اسمها، يستخدم في علاج كذا، مش هو علاج كذا. العلاج الرئيسي اللي يدغدغ في البروستات التضخم اللي حصل، لكن هو لما يتاخد في حد عنده ده مصلحه قوي، حاجه قمر قوي، حلوه جدا. طب خد العكس، واحد عنده بناين بروستاتيك هاي تضخم في البروستات، انت بتقول انجليزي في تضخم في البروستات، فانت اديت دواء الفا 1 بلوك. خلي بالك اهو، فالراجل جاي يشتكي لحضرتك ان هو بيهبط، نتصرف ازاي؟ طبعا اسوأ واسبل تصرف هو اللي بيحصل في الواقع، انه بيديله حاجه تعلي الضغط. اظن احنا في الكويس فهمنا ان ده سايد افكت. لا ما هو مش كل حاجه هنقعد نوقف بقى. لا مش كده بقى. هنقوم عاملين ايه بقى؟ هنلاقي دواء ان شاء الله بنخش في المنهج، الدواء ده لاقوه سلكتف على السفنكترز بس، ما اشتغلش على عدم هو اصلا. ملوش تاثير على الضغط. فهتلاقي مكتوب عليه بالعربي كده مطروح زي الشطور، لو حد عنده مصدر امن لمرضى الضغط العالي. يعني ما هنخد، هي مش مكتوبه في كتابته، بس اقول لك يعني ان في حاجه اسمها الفا 1 اي والفا 1 بي، واحده على البلاد فيسل وواحده على السفنكتر. لقوا دواء ينفع يبقى على السفنكتر بس، زي الفل، بلاش اللي بعد كده خليها. حلو، يبقى الالفا 1 فين يا شبابنا؟ على فكره احنا والله العظيم نخلص فرن بجد. انتوا انا كنت متوقع انكم هتبقوا مستجيبين. يبقى الراجل ده بيعمل كونتراكشن على طول الخط، كنت مضمن الراجل ده كونتراكشن على طول الخط، يعني الالفا 1 دي هي اللي بتبقى مسيطره وقت الليل. احنا قلنا ان وقت الحمل لما بيحصل ريلاكسيشن يبقى هيحصل لها داون ريجوليشن وقت الحمل بسبب هرمون البروجسترون بالمناسبه، يعني اننا بنلف المناهج براحتنا يعني. انما وقت الليبر الاستروجين هيعمل لها اب ريجوليشن ويزودها عشان تساعد في الانتقال مع هرمون اسمه اوكسيتوسين بقى. صح كده؟ بيتا 1 ده فرض السنه الجايه كامله فشل مزيد. طبعا على القلب ومشتملات في حاجات تانية بتساعد في شغل الضغط. زي ايه؟ زي ان في هرمون كان بيطلع من الكلى، انا حكيت له كده سريعا المره اللي فاتت، اسمه الرينين. فاكرين الاي سي انزايم؟ كان الكلى لو الضغط واطي بتصدر حاجه اسمها رينين، الرينين دي في الاخر بتقوم مطلعها الدستورون والكلام ده. الراجل ده بيزود الرينين يعني برضه بيعلي الضغط. هلا صحيح انت طالع على القلب يبقى بتعمل ايه؟ انكريز فول كارديال بروفيرس. انكريز فول كارديال بروفيرس. وبالتالي اسمع معايا بقى اللي هقوله ده عشان هيلعب على حاجتين. فيما تستخدم البيتا 1 اجونست في الكارديو بوك. الكارديو بوك في اربع امراض رئيسيين كلهم بيستخدم فيهم البيتا، كلهم بتفاصيلهم. طبعا اشهرهم هارت فيلير، لو سمعت عن حاجه اسمها هارت فيلير، وحاجه اسمها هايبرتنشن، لو سمعت عن حاجه اسمها هايبرتنشن، انجينا للذبحه الصدريه، والاريزما. بيتا 2 سموث ماسل وجلاندو ميتابوليزم. سموث ماسل وجلاندو وميتابوليزم. اسمع خلاص انا بخلص اهو. على السموث ماسل ريلاكسيشن في ريجوليشن ما بين الاثنين. دي بتاعت الكونتراكشن هي الفا 1، بتاعت الريلاكسيشن اسمها بيتا 2. على الجراند سمباثيك مش بتاعت فرازات انتوا عارفين. وعلى الميتابوليزم كان بيعمل حاجه اسمها جلايكوجينولايسيس، بيزود الجلوكوز
واعمل حاجه اسمها لايزوس. هعلي صوتي معلش، افكر بصوت عالي عشان الكتاب ما بيفكرش معايا. لا هو عشان اسمه مصر اصلا مؤاخذه، يعني لو هتجيب حاجه عشان تشتغل على جنان فالبره قوي، لو هتجيب حاجه عشان تشتغل على الميتابوليزم يعني ذمتك لو حد عنده نقص جلوكوز استخدم ادرينالين ولا استخدم حاجه سمباثيك تلبسني كل اللي على السبوره ده؟ تقول لي لا ما انا هديها دكتور تشتغل على البيتا 2 بس. حتى البيتا 2 نفسها بتشتغل على كذا حاجه. طب انا عندي ادويه خاصه بالكلام ده بس، انا عندي ادويه تختص بالميتابوليزم، عشان كده دول هيبقوا دراج انتراكشن، حتى مش هيبقوا سايد افكت، هيبقوا دراج انتراكشن بس. اسمحوا لي اقول بس في دراج انتراكشن مهم قوي في البيت، خلي بالك منها قوي 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 قوي. مرضى السكر، بص دي عشان مهمه، مرضى السكر العادي اللي عندهم دايابيتس يا بياخدوا انسولين يا بياخدوا حبوب، ركز في دي عشان عميقه ولذيذه قوي. اشهر سبب، حد يعرف ايه اشهر سبب نقص السكر؟ مرضى السكر العادي. اشهر سبب في كوكب الارض يخلي السكر ينقص عند حد ان هو بياخد علاج انسولين او حبوب اللي هي بتوطي السكر، ومش واخد باله ان الجرعه اللي بياخدها دي جرعه للسكر اللي عليه في دمه والسكر اللي هيجي في الوجبه. فطبعا المفروض حاجه ما بتتقالش برضه للدكاتره ومشكله وازمه، المفروض الدكتور يقول له ايه؟ يقول له تعمل حسابك الدواء ده مكتوب عليه بتاخده قبل الاكل نص ساعه، يبقى لازم تاخده نص ساعه وتاكل، لان الجرعه اللي انت واخدها دي جرعه معمول حساب فيها الوجبه اللي جايه. طبعا هو بقى ينسى، يجي له تليفون ياخد الجرعه وينزل، طبعا يبقى كده الجرعه اللي واخدها جرعه ايه؟ عاليه، تعمل ايه في السكر؟ توطي. السكر لما يوطى مين الاثنين سيستم بتوع ريجوليشن؟ نفس هرمون. مين اسرع من هينجز مين؟ مين في النرفس على السبوره اللي هيشتغل لو السكر ولا سمباثيك ولا بارا؟ سمباثيك، وسمباثيك على البيتا 2. فاللي بياخدوا بيتا بلوكر في ازمه وكارثه لازم يبقوا واخدين بالهم منها، لازم الدكتور يقولها. مفيش ولا دكتور شفته في حياتي قبل طبعا ما بيقولهاش في الكل. خلي بالك ان اي مريض سكر لو بياخد بيتا بلوكر لعلاج ضغط بقى لعلاج اي حاجه ثانيه، تنبهه ان البيتا بلوكر دي ماسك المانيفستيشن اوف هايبوغلايسيميا، كارثه. انا دلوقتي عارف انك مهبط منين، بص عشان تبقوا عارفين برضه اللي بيهبط بنعرف منين، هتلاقي عرقان جامد قوي، اعراض سمساتك، عرقان جامد قوي، ضربات قلبه سريعه، فتعرف انه مهبط، ما هو مريض سكر تعرف انه مهبط، تديله حاجه مسكره بسرعه. ايه سبب الاعراض دي؟ ان سمساتك اشتغل. تخيل لو انت بتدي بيتا بلوكر سمساتك مش هيشتغل، السكر هيوطى ومفيش اعراض باينه عليه، هتلاقيه قاعد وفجاه راح من حضرتك. عشان كده اقول لك اي مريض سكر لو لقيته في البيت بياخد بيتا بلوكر، لان بيتا بلوكر ادويه مشهوره قوي، عيله الدوله ده احنا هنقعد نحكي فيها كتير. ادويه البيتا بلوكر مشهوره في البيت قوي، فتخلي بالك اي مريض سكر لو واخد بيتا بلوكر لازم تنبهه من دي، مش هيبقى عنده اعراض سكر، يعني لازم يقيس الجهاز اول باول. تمام. بقى اصلا بيعمل ريلاكس، بيتا 2 بيعمل ريلاكسيشن، دول قلنا خلاص كادويه مش هنحتاجهم تاني. بيتا 3 ميتابوليزم، عشان كده مش هنجيب سيرتها في الفارما تاني اصلا، انت لسه قايل اصلا الميتابوليزم مش شغل من اساسه. يعني كده خلصت الموضوع. الفا 1 بلاد فيسل والسنكتر يعني شغل محابس او عاده دمويه. بيتا 1 قلب متلمض مش هخش في اي حاجه ثانيه. بيتا 2 سموث ماسل ريلاكسيشن. كده اقدر اقول لك بقى بالفم المليان، فاكرين تاثير السمساتك على اليوناري بلادر؟ بص كده بص، كان الالفا 1 بيشتغل ايه في المحبس، وبيتا 2 بتشتغل على الجدار عشان تعمل ريلاكسيشن على الرحم. لا على الرحم طول فتره الحمل بيبقى البيتا 2 شغال، اول ما يجي فتره الليبر تلاقي الالفا 1 شغال على الاوعيه الدمويه في انهي ريسبتور. الاثنين يا بهوات، بس الموجود اكتر هو اللي هيستقبل الاشاره. عشان كده في اغلب الاوعيه الدمويه مين الموجود اكتر؟ ما عدا البلاد فيسل بتاعت السكيتا المصري الكورنر عليه مين؟ البيتا كورنر. ده كلام الفيزيولوجي، كلام الفارما بيقول ايه بقى؟ كان في الجزء بتاع الفيزا اقول رحت دلوقتي بقى ادرينالين ريفرزر. بص على السبوره بقى، ادرينالين ريفرزر الادرينالين راجل بيقول عليه نون سيلكتيف. يعني ايه نون سيلكتيف؟ اشتغل على كل الالفا والبيتا براحته، اشتغل على كل. قبل ما تديه انت متوقع الادرينالين يعمل ايه في الضغط؟ اديت قبله دواء اسمه برازوسين، كان مكتوب كده في الكويز، البرازوسين الفا 1 بلوكر. الفا 1 ايه؟ كده الادرينالين لما يخش هيشتغل فين؟ دكتور هو مش البيتا 2 قليل؟ ما هو كده كده الفا 1 مقفول، ما قدامهوش اي احتمال تاني، هو بيخش يشتغل على الفا والبيتا، لا الالفا مقفول فهيشتغل على مين بس؟ تعمل ايه في الاوعيه الدمويه؟
فازمو دايلاتيشن اللي هي ريلاكسيشن بيحصل في الضغط يوم رغم ان انت متوقع منه العكس. طبعا ده دراج انتراكشن بشع بشع كارثي. مش هنقول ادرينالين لان مش الادرينالين اللي بيستخدم عشان ما تضحكش على بعض. انا لسه قايل لك الادرينالين ما بيستخدمش في الحالات العاديه. هنقول ان في دواء عادي بيشتغل سمباسات واحد عقبال امل حضرتك ضغط واطي، وضغط الواطي ده انت ناوي ان شاء الله انك هتدي له دواء سمباساتك يشغل سمباسات، يا تدي له دواء سيلكتيف على الالفا 1 وتريحه وتريح نفسك عشان ما تبقاش في ريسك، يا اما لو هتدي له دواء مش سيلكتيف يعني بيشتغل على الالفا والبيتا تساله لو بياخد حاجه ثانيه، عشان الراجل ده لو بياخد الفا بلوكر انت بتموت وقت وقتي الموضوع مش هياخد دقايق، لانك كده عارف انت ضغط واطي انت لسه هتستنى بقى ضغط واطي ومش عارف ايه وبتاع وجسم يحاول يتصرف اكبس على نفس عمق. واحد عنده برونكيال ازمه يعني برونكيال ازمه يعني عايزين حاجه تعمل ايه في البرونكايتس؟ يا دواء يشغل سمساتك، يا دواء يوقف البرلا ده كان زمان حضرتك، يا دواء بيتا 2 اجونست، يا دواء ام 3 بلوكر هنقول ام كمان شويه، والاثنين دول بيستخدموا فعلا. طيب واحد ياخد بيتا بلوكر حاجه بتوقف البيتا 2، ركز معايا في الكلام اهو، حاجه بتوقف البيتا 2 ينفع يستخدم لو عنده برونكا الازمه؟ لا. طب اسمع بقى دي اللي كنت بقول لك استخدمها وما فهمتهاش. اصلا ما فيش دواء يشتغل على بيتا 2 بس، هو يا بيتا 1 بس يا الاثنين مع بعض. طب انا اديت دواء بيتا 1 بس حلو بيتا 1 بلوكر ينفع استخدم في برونكا الازمه؟ دي اللي انا عايز اقولها لك ورا اهم من المنهج بكتير. اي دواء على وجه كوكب الارض دوز ديبندنت سيلكتيفيتي، لان دي مش في الكتب. اي دواء على وجه الارض دوز ديبندنت سيلكتيفيتي يعني ايه؟ يعني ممكن لو زودته جرعته يفقد السيلكتيفيتي بتاعه فيسيب البيتا 1 ويروح يشتغل على مين؟ ممكن تكون الجرعه دي عاليه اوفر مش هتحصل، بس انت ضامن؟ ده انت خدت درس اسمه فاكتورز موديفاينج دراج اكشن. ما انتش ضامن؟ احسن يكون الراجل هايبر سنسيتيف مثلا، احسن الراجل يكون جسمه فيه كاريرز ولا حاجه تشتغل اجمد فتقوم قلبان الدنيا، فبلاها سوسو ما دام عندك بديل تاني. طبعا انت مش عندك بديل، انت عندك حفله بدائل في حفلات يعني قصه ماشيه كده. قلنا الفا 1 بيتا 1 بيتا 2 ناقص مين؟ الفا 2. اه والله العظيم بص بص هنا في حويصلات ايه؟ الالفا 2 هنا اهو. بالمناسبه يعني بالمناسبه عشان يعني لو مش هلاقي حد فيه الالفا 2 دي مثال للانفرس اجونست. تعالى اقول يعني ايه بقى؟ هي ريسبتور سمباثيك حصل دورها زي النيكوتين بالظبط ريجوليشن مكتوب عليها اوتو ريسبتور، يعني ايه؟ يعني لو عدت اشاره زي الفل هتسيبها تعدي. الاشاره كانت اوفر الالفا 2 بتخلي الحويصله دي ما تفرقعش يعني تمنع افراز نور ادرينالين، فطبعا هما للاسف في الفارما بيظلموها بيسموها سمباثوليتيك ريسبتور. سمباثوليتيك لا هي مش سمباثوليتيك والله، هي بتاعت ريجوليشن، هي المفروض ما بتعملش كده غير لما يكونوا نورين زياده، بس هم سموها كده. طبعا حضرتك لو زي الشطور اديت الفا 2 اجنست، ما يا جماعه فكره الادويه ايه؟ انت بتدي دواء شبيه للي كان بيحصل في الجسم، هي المفروض تتحفز امتى؟ لو النور ادرينالين زياده. النور ادرينالين مش زياده ولا حاجه، انا اديت دواء يشغله، ما هي عبيطه ريسبتور، لما اديه دواء يشغل هتعمل ايه؟ هو مش زياده ولا حاجه، يبقى وقفت لي شغل السمباثيك، بس وقفته على مستوى الريليز. فبالتالي كان يقول لك ايه؟ مين الادويه اللي توقف السمباثيك؟ الفا 1 بلوكر، بيتا 1 بلوكر، بيتا 2 بلوكر، او الفا 2 اجنس. بس اظن انت خدت بالك دول بيوقفوه على مستوى الاكشن، رحت وقفت له ريسبتور، انا ده بوقفه على مستوى الريليز. طب في ادويه ممكن اوقف على مستوى السنسز، في ادويه ممكن اسرع الفيت، بعد كده ان شاء الله ما نبقى نقولها بالتفصيل. فهمت اللعبه جت منين؟ فده دواء ده ريسبتور مصنف ايه؟ سمباثيك. لما شغلت كان في فارماكولوجيكال افكت اهو، في افينيتي وفي افكس، لكن للاسف الافكس اللي طلعت عكس اللي انا متوقعه، عكس اللي انا مستنيه ان هي هتوقف السمباثيك، عشان كده سموها ايه؟ انفيرز. مش هتقل عن كده، مش هتقل عن كده، انا كده وصلت اللي انا عايزه، بس عايز اقول حاجه اخيره بقى. بص، هل مطلوب في الامتحان الام سي كيو يقول لك all adrenergic receptor are post synaptic except
لسه بتدور الفا 2. يا دكتور انا بقرا في الكتاب بتاع اشتغل الكتاب لسه دلوقتي ده في ساعات الفا 1 وبيتا 1 مش عارف ايه موجوده لسه هنكتب. ما تقراش لانك مش بتقومش ما تقراش عشان افهمك قصتهم بس مش دلوقتي. لكن العادي مين الوحيد اللي مش هيبقى في موقع الحدث تحت النظيره؟ طب كل الكولينرجيك ريسبتور موجوده بوست سينابتيك ما عدا النيكوتين اللي كان في السكر اللي كان بتاع تنظيم. طبعا حياتك كلها هتقعد تسمع خلاص في الموضوع ده. طبعا هسألك سؤال معلش، الادرينالين هقول لك مفتاح الخريطه. راجل بيشتغل على الفا والبيتا ايه الاكشن بتاعه؟ ده سهل مش مسافه. طيب في دواء فلاني في دواء اسمه برازوسين انا هاخده ان شاء الله. البرازوسين ده الفا 1 بلوكر. حد يقدر يكتب لي كده الاكشن بتاعه في ورقه؟ تعالى نعلي صوتنا كده. بيعمل ايه؟ بيوقف الفا 1 الفا 1 في مكانين كاملين بلد فيسل وسفينكتور. على البلد فيسل لما يوقف هيحصل بازو الضغط والريفلكس تاكي كارد. احنا قلنا الضغط لما يوطى حاول تسرع ضغط القلب والعكس صحيح مش معتاد. طب على المحابس يبقى ممكن يعالج ايه؟ تخيل ان هو عمل ايه الضغط والطيب يعالج ايه؟ هايبر تنشن والله العظيم هايبر تنشن وبيعالج البناين بروستاتيك هايبر بليزيون. انا لسه ده اللي انا هحكي لك المرض يعني انا اصلا اوريدي حكيته دلوقتي ما كانش له لازمه الان دلوقتي. طب اقول لك على حاجه كمان، سمعتوا عن ورم اسمه فيوكروموسايتوما؟ في ورم كان في الكويت عامه اسمه فيوكروموسايتوما، ورم في الادرينال مضله بيطلع ادرينالين ونور ادرينالين كتير. احنا كدكاتره متعودين نعالج العرض ونعالج طبعا السبب ما يخصنيش بقى بشيل الورم، انما العرض ايه الاعراض اللي انت متوقعها لما يطلع ادرينالين ونور ادرينالين كتير؟ حد ممكن يديني ادويه من قفايا تساعدنا؟ لازم الفا بلوكر وبيتا بلوكر. والله ما انا مزعج. قول ده ده مش هقول. ده درجه سهله قوي بس اللي يلحق. يلا اللي يلحق. اللي يلحق. لا هي واحده بس مش تطلع واحده، هي واحده بس. وهتتجاوب في ثواني. بس اللي هيجاوب هيقوم يقول لي ليه؟ ما هو مش هبدايه هي يعني. فيوكروموسايتوما خد نفسك كده ورم ده انا كده بجاوب ورم بيطلع ادرينالين ونور ادرينالين كتير. حلو؟ فلازم لما هدي هدي الفا بلوكر وبيتا بلوكر. صح؟ مين اللي اتاخد الاول؟ ما حدش يجاوب ولا يرفع ايده يا اما ولا كانك جاوبت. مين اللي اتاخد الاول وليه؟ الالفا بلوكر الاول ولا البيتا بلوكر الاول؟ خلاص احنا كده معانا انت اول واحده هتجاوب. ها؟ ها؟ هي 200 واحده. ها هتقول هروش لسه ادي اثنين انا كده هخرب بيت ابويا. معكش خمسات وليه يا دكتور؟ ليه؟ عشان اوقف الادرينالين ونزيد الفازير. لا لحظه هو البيت بيعمل ايه؟ سكيني انا مصدق. ها هتوقف البيت دول اول ليه؟ لان لما هوقف اللي هو الضغط المائل اللي عادي يزيد ده حضرتك كنت قايل مره قبل كده المفروض تدفع 200 جنيه عشان اديها لحد ده. طب انت قلت لي قول يا يوسف هاخد الالفا اعمل الالفا الاول اعكس اللي حصل اللي هو مثلا لو ضغط عالي هو قلتيه الاول بالبيتا بعد كده اخد البيتا فاخليه يبقى نورمال بعد كده يبقى نورمال بعد كده ماشي عارف فين هو بيتا عشان لما قال لما وقف البيتا مفيش بيتا كل واحده في بيتا 2 و 1 فهقلل درجه الادب دكتور شكل فلوسي حلال لحظه بقى اسمعوا هجي لك ها يا هدي الفا بلوكر الاول ولا بيتا بلوكر الاول؟ بيتا بلوكر. مش هدي اصلا يا ابني اصبر بقى اسمع عشان الالفا اصبر يا ابني الالفا 2 كده هيطلع نور ادرينالين كتير. انا هطلع مؤدب هطلع مؤدب اقول لكم اكيد انا مش هدي حاجه توقف الفا 2 اصلا اصلا
عشان انتوا كلكم رايحين في نفس السكه اللي عندي محدش يرد غير يرفع ايده مش جاوبت مره لا طب قول هدي بيتا بلوكر الاول لان كده كده في الفا 2 هيضد الالفا 1 وهدي البيتا انا كده وقفت الاثنين دول والالفا في حد تاني هيضد هدي بيتا وكده كده الالفا 1 في الفا 2 يعني الفا 2 انا هساعدكم بس اصبر انا بقول هو مش عايز الالفا يا جماعه دول قول كده بلي هل تريد عشان أقلل الفرزيك لان سأقلل بسبب الأول تمام قول هل ستبقى ايه؟ ده تقريبا نجرب شاكي حاجة بصوا بقى اللي انتوا بتجاوبوه ده الحمد والشكر لله فاحنا كده تقريبا مش عارف موتنا كام واحد واحنا عارفين دي اللقطات اللي بتفرق حاجة زي ده انت طبيعي عايز توقف شغل السيرفر سيرفر فسيبك من الالفا الالفا اصلا الكميه اللي النور دي اللي طالعه كتير عليها دي هي كده كده مع بعض ما هاجل الاثنين مع بعض بس ما اكيد واحد مش وبعد التكاثر اصلا بيلاقوا اللي موجود قدامهم يدوه الاول ففي واحد هيموت زي ما بقولكم جاوبته تنجري دي بيتي قبل انا زعلان انتوا مشكله كلكم فكرتوا في سكه بعيده قوي مش احنا اتفقنا لما نيجي نفكر في مره نفكر بصوت عالي هو ايه اللي رعبك في واحد عنده فيه كروموسايتوم الادرين زياده صح اه والادرين هيعمل ايه في القلب ويعمل ايه في الضغط يبقى حضراتكم زي الشطار بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لما طبعا كنت نفسي ادي فلوس لحد لما توقف البيتا الاول فكده حضرتك يعني صعبان عليك المريض ممكن يقعد شويه عايش وقلت له لا كل الادرينالين اللي طالع بدل ما كان بيتوزع ما بين الفا وبيتا خليته كله يروح على مين موت ده انت عارف انت ضغطه عارف ضغطه في النقطه لما بيبقى شغال على الفا وبيتا يوصل ل 240 فحضرتك تقول لا 240 ايه مش الرقم اللي بتعجلي تعود وقف البيتا روح اشتغل على الفا 1 خليه 900 طبعا لازم الالفا ده تيجي تعالى من كل صوت عليهم تعالى من كل صوت عليهم حضرتك لما تدي الفا بلوكر الاول كده اجبال الادرينالين هيشتغل على مين وشغله على البيتا هو هيعمل بازو ايه على ما بقى البيتا بلوكر براحته فهمت انا بقول ايه ولا لسه سامعين انتوا رحتوا في سكه ثانيه خالص بصوا يا جماعه بصوا يا جماعه هقول لكم كلمه لو قلتها الترم الاولاني عشان الاسئله دي انا هسالها ثاني كل حصه خلاص بقى يعني انا هجيب لكم كتير لا ما بجيب لكم جد والله واحتمال اجيب لكم دولارات عشان خاطر ايه الدولارات بجد على فكره بص يا سيدي بس المشكله الدولارات مفيش اقل من ورق جنيه يعني ايه واحد ياخد 1800 جنيه يعني ايه خليها على سؤال يستاهل بص يا حبيبي بص يا حبيبي بص يا حبيبي لما تيجي تفكر في مرض الدكتور زي الشطور عشان تعرف الفارما اهميتها ايه بالنسبه لحضرتك في حاجه اسمها التارجت انت تارجتك ايه مع المريض قلت لكم الترم الاول لما اداك واحد في غيبوبه سكر انت تارجتك تعالج السكر؟ لا انا تارجتي ما يموتش ولا يحصل له اضعفات فانا دلوقتي انا ممكن اديله ميه سكر والعاده ان احنا هنديله ميه سكر مش انسولين مش اساس ميه سكر نحافظ على ان ما يحصلش جفاف ونبقى عايش ومخه عايش وزي الفل وما يفوق نبقى نعمل اللي احنا عايزينه انا تارجتي ايه في المريض ده؟ انا مرعوب من الضغط ده الضغط ده هيعمل مضاعفات بنت كام الضغط بيبقى في السماء فحضراتكم اهم حاجه التارجت عليها هو الضغط هو مثلا معلش يعني لو الجلوكوز زاد لو مش عارف حصل لايبوسس بزياده لو الجلاند مش عارف ده هيموت يعني هيعمل مشكله يعني مش هيعمل مشكله المحابس اتقفلت جامد هيموت من الزنقه مثلا مش هيموت من الزنقه انت مشكلتك الرئيسيه ضغط فبالتالي كان تارجتك وانت بتقرر حد ده هيعمل ايه ان مستحيل تخلي الادرينالين يتارجت كله على الالفا 1 كده مجنون انت كده حرفيا اتعملت في المستشفيات بالعبيط والمريض حصل له طبعا انفجار في شرايين المخ وستروك ومات ده بجد على فكره ربنا يعافينا بسبب غلطه فارما صغنطوطه خالص اهي شفتها انت جت منين؟ مبدئيا الاول نتمنى ان تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده طبعا انا ما شرحتش اللي في الكتاب فمش مطلوب حد يقرا حاجه وانتوا كده كده مش هتقروا حاجه اصلا يوم الخميس يوم الخميس انا هشرح من الكتاب هخلص من اول الاوتونوميك لحد نهايه البرس من بخو ميميتك حوالي 17 صفحه حلو هشرحهم بالتفصيل كاني ما شرحتش النهارده برده عادي كاني ما شرحتش النهارده عادي جدا ما عنديش اي مشكله خالص انا عارف انكم طالعين من الامتحان وطبعا ما قريتوش الكلام ده ولا عادي جدا اذا دكتور هتلحق تخلص كل ده الحصه مش هتاخد نص ساعه عادي ده انا بقيت الحصه هقعد ادردش زي ده لا
كان الموضوع خلصان من بدري. اتفقنا كده؟ لان الطلعه الاولانيه مهمه نفسيا الاول عشان تشوف الدنيا عامله ازاي. لو رحت تقرا كتاب هتلاقي الكلام زي ما هو بالظبط، مش حاجه بقى زياده ولا نقصه، بالعكس نبقى مزودين كتير قوي. اتفقنا؟ طبعا الفرمه هنوقفها على كده، مفيش يوم اربع فرمه طبعا، ربنا يكرمكم في المسؤوليه. هناخد خمس دقايق وبعد كده نشتغل المسؤوليه. اللي عايز يسال براحته، اتفضل. وقف بس المهم.